الدكتور عبد الرحمن شمس، مدرس طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، استشاري جراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار وعلاج جفاف العين، زميل المجلس الدولي لجراحات العيون بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الملكية بإدنبرا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح عيوب الإبصار. أهلا بكم في عالم المياه البيضاء، وده عالم مثير للغاية، وهذا يعتبر الحوار يعتبر الجزء الثاني من الحوار السابق. تحدثنا فيه سابقا عن المياه البيضاء بالتفاصيل، وعرفناها بأنها عتامة في عدسة العين تستدعي تدخل جراحي لكن بأساليب حديثة للغاية، فأصبح مينيمال انفيزيف، التدخل محدود للغاية، بنزيل هذه العدسة المعتمة وبنحط عدسة بدلها. العدسة الجديدة دي تطور عالم طب العيون في عالم العدسات مذهل مذهل، وكل شوية بيحصل تسابق بين الشركات العالمية على تطوير العدسات المزروعة، لأن هدفها في الآخر إن أنا ألبي احتياجات المريض. الكلمة دي في عالم العيون ليها قيمة كبيرة قوي. ليه؟ إحنا عندنا ناس حياتهم تستدعي القراية مع الحوار، اللي شغال في بنك بيقرأ ورق وبيقرأ شيكات وبيقرأ أرقام وبعدين بيكلم اللي قدامه. لو هو عمل مية بيضة ويستدعي أن المية البيضة مع العدسة المزروعة ربما تستدعي أنه يلبس نظارة قراية، هيضطر أنه لما يبص الورقة يلبس نظارة القراية، لما يبص لقدامه هيبص لقدامه لازم يقلع نظارة القراية عشان يشوفه. هيبقى حياته مع نظارة القراية حياة فيها نوع من التحديد، من الخنقة شوية. بدأوا يطوروا، هنفهم دلوقتي التطوير عامل ازاي. الكواليتي يعني في حاجة في الشاشات يا جماعة دلوقتي، شاشات التلفزيون، لما تروح تشتري الشاشة تلاقيه يقول لك ايه، تقعد بقى مع الناس المحترفين بتوع الشاشات اللي هم السيلز بتاعهم، يكلمك تفاصيل الشاشة وتقعد جنب الشاشات فعلا تكتشف دي هاي ديفينيشن، دي ألترا هاي ديفينيشن، دي مش عارف كوانتم عاملة ازاي، مش عارف دي ايه، وانا من هاوي الحاجات دي قوي. وتلاقي الفروقات في الشاشة بينالك، رغم ان الشاشة الاولية اللي هي الـ HD دي كانت حلوة جدا في الاول قدامك، لكن لما تشوف بقى الحاجات الكوانتم والحاجات اللي هي الحديثة جدا مع الهاي ديفينيشن اللي اعلى منها، يعني تقول لا، العدسات كده طوروها جدا بقوا خل. وكمان خصوصا انه كتير من المياه البيضاء، من مرضى المياه البيضاء عندهم ضعف ابصار اصلا، فانت بتعمل لهم عمليه تضرب عصفورين بحجر واحد، فبتدي له رؤيه بقى عامله ازاي. ده هنفهمه النهارده هنا، الكواليتي، الرؤيه الجميله، شوف الالوان. في ناس بعد عمليه المياه البيضاء راوا اشياء لم يروها في حياتهم، عملوا عمليه عندهم 50 سنه او 55 سنه، شافوا في سن ال 55 حاجات ما كانوش بيشوفوها قبل كده، لون ما شافوش قبل كده، ما كانوش عارفين ان اللون ده التركواز كده، البنفسجي كده. تعالوا نعرف اكتر في هذا العالم المثير المهم جدا اللي بيفرق في حياه الناس، خصوصا المياه البيضاء دي لكبار السن كتير. وتعرف كبار السن انا بحبهم اكتر من اي حاجه في الدنيا، يعني ده شيء ياسرني جدا. فخلينا نفهم هذا الحوار المثير للغايه مع واحد من نجوم عالم جراحات العيون وطب وجراحات العيون، اسم القدير البارز في هذا المجال، اسم اكاديمي من طراز رائع. النهارده ضيف العزيز الاستاذ الدكتور عبد الرحمن شمس، المدرس لطب وجراحه العيون كليه الطب جامعه عين شمس، واستشاري جراحات المياه البيضاء وتصحيح الابصار وعلاجات علاج جفاف العين، وزميل المجلس الدولي لجراحات العيون البيضاء العيون وبانجلترا، عضو كليه الجراحين الملكيه بادنبرا، وعضو الجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء وتصحيح عيوب الابصار، اسم القدير. اهلا بيك يا دكتور عبد الرحمن. اهلا وسهلا دكتور ايمن، يعني منورنا، ربنا يخليك، وسعيد بوجودك معنا النهارده جدا جدا. خلينا نبدا ب الملخص الحلقه اللي فاتت. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن المياه البيضاء وزراعه العدسه واخره. سؤالي الاول، هل يمكن الاستغناء عن النظاره بعد عمليه زراعه المياه البيضاء مع مراجعه للي احنا قلناه؟ بالظبط، احنا زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ان المياه البيضاء عباره عن عتامه في عدسه العين، وبنفتت العتامه دي وبنزرع عدسه،
واللي عايز اوضحه برضو الكثير من المرضى، في مريض يقول له يا دكتور انا عايز اشيل الميه البيضاء بس ما ازرعش عدس. لا، هو زراعه العدسه جزء لا يتجزا او خطوه اساسيه في العمليه. لو ما زرعناش عدسه انت مش هتبقى شايف، مش هتبقى استفدت حاجه. فاجابه لسؤال حضرتك، هل ينفع المريض يستغنى عن النضاره؟ اه طبعا ينفع. وبقى البيزك او الستاندرد بتاع عمليات الميه البيضاء ان انا اتليست على الاقل اخرج المريض مستغني عن نظاره المسافات. طب هخليه يستغنى عن نظاره المسافات ازاي؟ هزرع له عدسه احاديه البؤر مونوفوكال تخليه يشوف رؤيه 6-6 في المسافات، انما هيلبس نظاره قرايه. او مريض اخر عنده قصر او طول نظر بس مع استجماتيزم، عنده استجماتيزم، ساعتها هزرع له عدسه اسمها عدسه انكساريه بتصلح الاستجماتيزم ده، برضو بتصلح الاستجماتيزم مع تصليح قصر او طول النظر في نفس الوقت، وبرضو يخرج شايف 6-6 في المسافات البعيده، انما هيلبس نظاره قرايه. بعض المرضى لا والله يا دكتور طب انا عايز استغنى عن جميع النظارات، انا هقعد البس نظاره قرايه بقى كله، وزي ما حضرتك وضحت في الاول موضوع بيبقى مزعج جدا ان انا شغال في مكتبي قاعد بقرا ملف او اي حاجه وحد داخل عليا هبص له بالنظاره مش هبقى شايفه، لازم ارفع النظاره هرجع اقرا البس النظاره تاني. فبعض المرضى لا بيبقى عندها يعني اكسبكتيشنز ان انا عايز اقلع نظاره القرايه كمان. دلوقتي بقى في عدسات مالتي فوكال اللي هي عدسات متعدده البؤر، دي بشبهها للمريض بالظبط عامله زي النضاره المالتي فوكال. ما هو في اللي بيلبسوا نظارات ممكن يبقى عنده نظارتين منفصلين، واحده للمسافات واحده للقرايه، وممكن تبقى نظاره لابسها مالتي فوكال بيشوف بيها البعيد والقريب في نفس الوقت. هي دي نفس الفكره بالظبط، بزرع عدسه متعدده البؤر يقدر يشوف بيها الحاجات البعيده والحاجات المتوسطه اللي هو الكمبيوتر مثلا واللابتوب، وكمان الحاجات القريبه في نفس الوقت بدون احتياج لاي نظاره اطلاقا. ايه الاحدث دلوقتي في عالم العدسات غير اللي احنا قلناه؟ العدسات طبعا بتتطور. هو عايز اقول لحضرتك ان التطور الرئيسي في عمليه المياه البيضاء هو تطور العدسات. تقريبا خطوات العمليه كلها واحده، بيحصل في تطورات، يعني دخل بعد الموجات فوق صوتيه دخل الفيمتو سكند ليزر، انما تطور العدسات هو اللي تطور سريع للغايه. مثلا عدسات المالتي فوكال او كانت من كام سنة، مش من كتير، من 4-5 سنين، حاجة اسمها باي فوكال. كانت مشكلة الباي فوكال مثلا ان انا اشوف البعيد واشوف القريب وانا ماسك ورقة او كتاب بقرأه، انما اجي على الكمبيوتر مش شايفه. ليه؟ الكمبيوتر دي مسافة تالتة انترميديت في النص بين البعيد وبين القريب. طبعا عدسات المالتي فوكال لما نزلت خلت اللعيب ده مش موجود. مالتي فوكال بقت في 3 بؤر، للبعيد وللقريب ولكمان المسافة المتوسطة. حاجة تانية في تطورت مع العدسات كان المالتي فوكال لينسز أو العدسات اللي بتغنيك عن نظارة القراية، كانت مشكلتها إن هي بتقلل الكواليتي بتاع أو جودة الإبصار بتاع المسافات أو جودة إبصار المريض في السواقة مثلا الليلية، بتقلله شوية عن العدسات أحادية البؤر. بقى في عدسات متطورة جدا تخلي المريض يستغنى عن نظارة القراية، وفي نفس الوقت تقريبا كواليتي بتوصل ل 90 أو 95% من الكواليتي بتاعة العدسات أحادية البؤر. فدي طبعا كلها تطورات في العدسات، واحنا اكسبكتنج كمان يحصل تطورات أكتر وأكتر تخص الكواليتي. هي مشكلة المالتي فوكال لينسز أو العدسات المتعددة البؤر أو تخوف معظم الناس منها، بيبقى إن هي يعني بتقلل جودة الإبصار سنة في الحاجات البعيدة. يعني زي ما بشرح أنا للمريض كده أقول له إيه، حاجة قصاد حاجة، يعني أنت استغنيت عن نظارة القراية بس قصاد إيه، سنة كواليتي أقل بسيطة في الفار فيجن أو المسافات البعيدة. ازاي بنحدد نوع العدسه؟ المريض له دور في الاختيار او له دخل في الاختيار؟ ده سؤال جميل. ساعات المريض يجي يقول لي بص يا دكتور عبد الرحمن انا عايزك تزرع لي اغلى عدسه، احسن عدسه في الماركت كله عايزك تزرعها لي. وللاسف الموضوع ما بيبقاش كده. هو المريض دوره ان هو يبين رغبته في الاستغناء عن نظاره القرايه. يجي دور الطبيب بقى المعالج ان هو يقول له هل انت كانديديت او هل انت الحاله المناسبه اللي نستخدم فيها عدسات المالتي فوكال ولا لا.
مش جميع المرضى ينفع للأسف ينفع نستخدم لهم عدسات المالتي فوكل. مريض بيبقى جاي متعشم جدا، ده أنا ابن خالي لسه عامل العملية ومستغني عن جميع النظارات وزارع عدسة مالتي فوكل، وطبعا يتفاجئ مثلا إن في مشكلة ما في عينيه هو مش حاسس بيها، هي مشكلة هو مش حاسس بيها، مثلا إن سطح القرنية غير منتظم، درجة تحدب القرنية غير منتظم، مريض عنده السكر مثلا وعنده ارتشاحات في الشبكية. فكرة عدسات المالتي فوكال إن هي عايزة حالة عين سليمة تماما. سطح القرنية الغير منتظم ده بيؤثر بالسلب على وظيفة العدسة. السطح الداخلي، السطح الخارجي للقرنية. السطح الخارجي مش للقرنية المبطن. لا مش المبطن، السطح الخارجي للقرنية لازم يبقى منتظم. لازم المريض ما يبقاش عنده استجماتيزم، ما ينفعش ازرع لمريض عدسة مالتي فوكل ويطلع عنده ماكسيمم يبقى عنده ربع او نص درجة استجماتيزم، ما ينفعش يبقى عنده اكتر من كده، هيتضايق. فهو انا بيجي دور الطبيب هنا بقى اقول له انت مناسب ليك العدسة دي وهتتبسط بيها ولا لا؟ انا ممكن ازرعها لك او احط لك العدسة دي بس انت مش هتبقى ساتسفايد، واشرح له طبعا الحالة بالتفصيل انا ليه اخترت له العدسة دي وما اخترتلوش العدسة المالتي فوكال. فهو بصراحة 90% اختيار العدسة بيبقى بناء على الطبيب، هو المريض مجرد يبين رغبته ان انا عايز اقلع نظارة القراية، مع الفحوصات والكشف ومعرفة احتياجاته اقدر بقى اقول هل انت مناسب معاك ولا لا. طب لو مريض عمل عملية ليزك قبل كده، ليزك تصحيح ابصار دي في القرنية، وكبر في السن وجات له ميه بيضاء، دلوقتي انا هعمل ميه بيضاء له وهو عامل ليزك، طب والقرنية سمكها ممكن يكون قل برضو، من الحاجات اللي لازم نحطها في الاعتبار. طبعا ده من اكبر التحديات اللي بتقابل طبيب العيون، ان حد طبعا الليزك او عمليات تصحيح الابصار على مستوى القرنية ابتدت من اكتر من 25-30 سنة، فبالفعل الجيل اللي عمل ليزك بدأ يظهر له مية بيضة بالفعل، يعني في مرضى كثيرة جدا عندها مية بيضة ويبقوا عاملين ليزك. هو الفكرة في المريض اللي عامل ليزك وعنده مية بيضة ان هو بيبقى عنده very high expectations، ده واحد عمل عملية الليزك من اكتر من 20-30 سنة اول ما بدأت عشان يستغنى عن النظارة، فهو الكونسبت بتاعه ان هو يبقى glasses free، ان هو ما يبقاش بيستخدم نظارات. فدي اول تحدي بالنسبة للدكتور، ان هو بيتعامل مع حالة عايز يستغنى عن جميع النظارات. طبعا استغناء مرضى الليزك عن نظارة المسافات ده شيء بسيط، طبعا بيختلف، بيبقى عايز دقة في اختيار العدسة. المريض اللي عامل ليزك قبل كده لتصحيح طول النظر بختار له عدسة مختلفة تماما عن المريض اللي عامل ليزك عشان كان عنده قصر نظر، دي عدسة ودي عدسة. عدسات المالتي فوكل للأسف ما بتنفعش لجميع المرضى اللي عاملين ليزك، بتنفع لمعظمهم، بس أرجع وأقول لازم سطح القرنية يبقى منتظم. لو عامل ليزك وفي أي تحدبات أو أي انعوجات غير منتظمة في القرنية ده بيؤدي أن أنا ما ينفعش أستخدم العدسة المالتي فوكل وأقول له معلش هنستخدم مونوفوكل وهتلبس نظارة قراية. مونوفوكل يعني أحادية البؤرة، بالظبط. مالتي فوكل يعني متعددة البؤرة. طيب لو حطيناهم جنب بعض في جدول واضح ان دي ليها ميزه في حاجه ودي ليها يعني في طبعًا. عيوب هنا وفي ميزات هنا وكده، طبعا طبعا نقارن بينهم طبعا، ودايما بشرح للمريض ان هي كل عدسه بتديك حاجه وتاخد حاجه قصادها. المونوفوكل بتديك شارب فيجن، يعني نظر حاد جدا، كواليتي عاليه جدا في الفار فيجن، في الحاجات البعيده قصاد ايه اللي العدسه بتاخده منك بقى؟ انك انت هتلبس نظاره قرايه. المالتي فوكل بتديك انك انت هتستغنى عن نظاره القرايه، بس قصاد ان الكواليتي او جوده الابصار بتاعه المسافات البعيده بتبقى اقل بنسبه 10 او 20% من المريض الاخر اللي زارع احاديه البؤر وبيلبس نظاره قرايه. طبعا مع تطور العدسات بدأت المشكلة دي تقل شوية، بدأ يبقى في عدسات اسمها ممتدة المجال اللي هي Extended Depth of Focus، ممتدة المجال دي عدسة بتوفر نظر للقريب كويس جدا وبكواليتي
تقريبا مش هقدر اقول زي الاحاديه البؤر او زي المونوفوكال، بس هي بكواليتي تقريبا زي المونوفوكال، توصل ل 95% مثلا من الكواليتي بتاعه المونوفوكال. هي الصوره اللي قدامنا دي بتوضح فكره المسافات اللي احنا بنستخدمها. اول يعني اول صوره على اليمين خالص ده الفار فيجن، اللي في النص ده الكمبيوتر اهو، ده الانترميديت فيجن، وبعد كده يجي الكتاب والتلفزيون. وبعد كده الكتاب يجي النيرف. يجي بعد كده يجي الكتاب النير فيجن. عدسات المالتي فوكال تمام بتغطي الثلاث مسافات دول بالظبط، او في الحديث بقى الموبايل بالظبط بالظبط بالظبط. كل النير فيجن، كل النير اكتيفيتيز، كل النير اكتيفيتيز بالظبط. في عدسه بتاعه الاستجماتيزم، يعني حتى يسموها التورك بالظبط، بس التورك كلمه تقيله على الناس العامه، فهي الناس العاديين يقولوا عليها عدسه الاستجماتيزم بالظبط. بالظبط، او العدسه الانكساريه اللي بتصلح العيوب بتاعه الاستجماتيزم. هو دلوقتي لو مريض عنده طول او قصر نظر بس بدون استجماتيزم، خلاص ده هزع له مونوفوكال ويقدر يستغنى عن نظارة المسافات بمنتهى البساطة. لو مريض كمان عنده أستجماتيزم، لا ده عايز عدسة تورك أو عدسة بتصلح الأستجماتيزم ده كمان، وفي نفس الوقت بتصلح طول أو قصر النظر. اللي تشالنج أو التحدي الآخر، لو المريض اللي عنده أستجماتيزم ده عايز يزرع عدسة مالتي فوكال، عايز يستغنى عن نظارة القراية كمان، لا لازم أي مريض بيزرع مالتي فوكال لازم الأستجماتيزم بتاعه يبقى أقل من نص درجة، يبقى اقل من نص درجه. ففي الحاله دي هزرع له حاجه اسمها تورك مالتي فوكال، عدسه متعدده البؤر وفي نفس الوقت بتصلح الاستجماتيزم. سؤالي بقى يعني برضو، وده بقدر دماغ الناس، لما تيجي حد تقول له انا هزرع لك عدسه وبتاع بيخافوا، يقول لك ما يمكن ليها اثار جانبيه، ودي حاجه تتزرع وجسم غريب وجوه العين الجسم هيرفضها، كلام اللي هو كلاسيكيات. وده شيء انا بحترمه بقى في الناس، بس يسألوا بالظبط. انا عايز احترم الناس لما تسال بالزبط. لكن يخاف وما يسالش ما هو مش هيوصل لاجابه بالظبط. هو ده تخوف مشروع جدا، لسبب هو ان المريض بيبقى حاسس ان في حاجه هتتحط جوه عينيه وهو مش متحكم فيها، يعني مش زي العدسه اللاصقه كونتاكت لينسز هشيلها واحطها. فهو بعض المرضى يجي يقول لي يعني يا دكتور هي العدسه دي هتفضل في عيني طول عمري؟ اقول له هتفضل في عينك طول عمرك، الجسم ما بيرفضهاش، الجسم ما بيرفضهاش نهائي. طب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل مع العدسه؟ المضاعفات اللي ممكن تحصل مع العدسه اللي هو حاجه اسمها عتمات في محفظه العدسه، ان يحصل بعض العتمات ورا العدسه في المحفظه الاصليه بتاعه العدسه اللي انا احتفظت بيها، دي ما تعتبرش مضاعفه، دي زي الازاز بيجي عليه تراب، هو دي مضاعفه على الازاز بالظبط. بيبقى اجراء بسيط جدا، بس دي حاجه لازم المريض يبقى عارفها قبل العمليه تمام، عشان لما تحصل له ما يتخضش يقول ده الميه البيضاء رجعت لي تاني، وده بيحصل كتير. فساعتها بنعمل له مسح للعدسه يا جليزر، الموضوع ما بياخدش دقيقتين. يعني المضاعفه الاخرى ما بيبقاش ليها علاقه بالعدسه ذات نفسها، بيبقى ليها علاقه ان ممكن يبقى المريض زرع عدسه مش مناسبه ليه. مريض زرع مالتي فوكال وهو مش مناسب ليه المالتي فوكال، فتضايق من العدسه، فتضايق من العدسه، مش عارف يستمتع بالاوبشنز بتاعتها. ليه؟ عشان هو ما كانش المفروض يزرعها. زي ما اتكلمنا قبل كده ان عدسات المالتي فوكال عدسات كويسه جدا، انما للاسف الشديد ما بتنفعش لجميع المرضى، فلازم يبقى في اختيار دقيق جدا للمريض اللي انا هزرع له العدسه دي عشان يبقى مستمتع بيها ما تضايقهوش. فدي ما بعتبرهاش انا برضو مضاعفه، انا بعتبرها ان هو ديسيجن ممكن يبقى فيه يعني ايه بعض ان انا زرعت عدسه غير مناسبه للشخص ده، فما تبقاش مشكله في العدسه ذات نفسها. يعني سؤال معقد شويه، لو مريض عنده قصر نظر وما ينفعوش ليزك ومحتاج زراعه عدسات كحل، احنا بنزرع له عدسه كحل، بس في اوبتيك يعني في اوبستكل قدامنا معضلة دايما عند الناس دول، نقول له ايه؟ مريض ضعف النظر او قصر النظر الشبكية عندهم بتبقى شبكية اساسا ضعيفة، فبيبقى في تخوف من اجراء عملية زراعة العدسة نتيجة تخوف من
انه يحصل اي استثاره او تاثر للشبكيه. وفي جمله بتتقال ان هو مريض القصر النظر الشديد وانت بتسلم عليه ما تتكش على ايده قوي الشبكيه بتبقى ضعيفه. الحته دي عايزه حلقه لوحدها. بالظبط دي حقيقه. طبعا مرضى قصر النظر بالذات قصر النظر العالي، لان العالي ده بنسميه اعلى من 6 درجات، اكتر من ماينس 6، بنبتدي نتكلم بقى في مضاعفات قصر النظر. في ناس بقى ماينس 16 في ماينس 15 و18 و20 وماينس 24، يعني في ارقام في ارقام بيلبسوا نظارات ايه. بالظبط، في ارقام عاليه جدا، في ارقام عاليه جدا. هو المريض ده احنا هنتكلم في جزء الميه البيضاء، عشان المريض ده لو سنه اقل من 40 انا هسيب العدسه البلوريه مكانها، انا هزرع له عدسه فوق العدسه بس انا بتكلم في مريض ماينس 15 ماينس 12 وعنده ميه بيضاء. طبعا احنا لجميع المرضى اللي داخلين يعملوا ميه بيضاء لازم بنعمل فحص كامل للعين وفحص كامل لاطراف الشبكيه، لان زي ما قلنا قبل كده اي مشكله في الشبكيه لازم تتحل قبل ما اشيل الميه البيضاء. مريض قصر النظر بيبقى فيه اكسترا كير بقى كمان شويه، بيبقى حريص على حريص جدا. ليه؟ احيانا في مرضى قصر النظر الشبكيه بتبقى ضعيفه قوي، فبيبقى فيه ثقوب صغيره كده في اطراف الشبكيه. الثقوب دي لازم اعمل حواليها ليزر وقائي، زي ما بقول بشرح للمريض بندبسها. ليه؟ خلاص يبقى هو ثقب بس انا عملت حواليه ليزر، فخلاص ما بقتش خايف. لحمته بالظبط كده، فما بقتش خايف منه. ده لازم يبقى لازم يتعمل قبل ما اعمل عمليه الميه البيضاء. ولازم طبعا ابقى مفهم المريض ايه المضاعفات او ايه الريسك اللي عنده ازيد من الناس الطبيعيه. فهو بيبقى زي ما حضرتك قلت، فعلا مرضى قصر النظر بنبقى خايفين جدا من الشبكيه، لازم فحص دقيق جدا لاطراف الشبكيه، لازم حل لاي مشكله في الشبكيه قبل ما ندخل نعمل الميه البيضاء. هيجي حلقات بقى، انا في حلقات منتظر الحوار فيها تصحيح الابصار. طبعا لازم نتكلم فيه بالتفصيل. اكيد نتكلم على الاحدث. طب ايه بقى الليزر السطحي؟ ليزك، فهمتوا ليزك، فهمتوا سمايل. عايز نعمل حلقه عن جفاف العين، لان ده مشكله المشاكل دلوقتي. طبعا انت عارف ان دلوقتي مصر كلها بتعاني من جفاف عين. اكيد كلها تدخين، قاعده في كافيهات، العدسات اللاصقه اللي عمال على بطال في عيون البنات، التكييفات دي حقيقه، يعني القطرات اللي بتتاخد غلط، جفاف العين بقى عندنا. هو ما شاء الله حضرتك كده قلت ريسك فاكتورز، فاهم، بتاع جفاف العين كلها. وهي فعلا معظمنا بيعاني من جفاف العين بسبب ان احنا كلنا سكرينز. المصريين بيمارسوا كل ريسك فاكتورز، كل عامل الخطر بتاع جفاف العين. بالظبط. نورت وشرفت ضيفي العزيز الذي يبدا دائما في حواره، طبعا اللي اسعدنا بهذا الحوار الاستاذ الدكتور عبد الرحمن شمس، المدرس الطب وجراحات العيون بكليه الطب جامعه عين شمس. وعايز اقف ان لو كنت دخلت قصر عيني كنت هتزعل قوي، يعني اسمي مش هيتناسب. الاسمين ماشيين مع بعض. استشاري جراحات المياه البيضاء وتصحيح الابصار، وزميل المجلس الدولي لجراحات العيون، عضو كليه الجراحين الملكيه بأدنبرا والجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء. نورت واسعدتنا في النشاه الحلوه. بالعكس انا متشكر جدا على تكبدك، يعني مشقه المجيء وقبولك دعوتنا، وهنتظر حوار في نقاط كثيرة متعددة في عالم العيون بإذن مع ضيف العزيز. خليكم بس انتوا في الناس الحلوة. الدكتور صلاح زيدان، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية الطب جامعة الأزهر، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية والدولية لجراح المسالك البولية وأمراض الذكورة، رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات جامعة الأزهر. اهلا بيكم. النهارده حوار مثير للغايه، وخصوصا لما اقول لكم ان عنوانه ان خصوبه الرجاله اكيد في خطر. خطر نتيجه اولا اسباب معينه كده بدات تاثر
حتى في الكتب بدأت الحيوات المنوية التعداد الطبيعي ليها يقل في الكتب، ده معناها انه متوسط بدأ يتأثر. طب ايه اللي حصل في الحقيقة؟ تعالوا النهاردة نفهم ونقرب، هل هي خصوبة الرجل فعلا في خطر ولا انا بقول كلام يعني علمي بس مش على واقع؟ ما هو الكلام العلمي هيبقى له واقع، لا ده احنا هنشوف تطبيق هذا الكلام النظري قصدي على الناحية العلمية الإكلينيكية على المرض. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم يعني الذكورة وفي عالم علاج أو التعامل مع الضعف الجنسي وتأخر الإنجاب عند الرجال، الأستاذ الدكتور صلاح زيدان، أستاذ جراحات الكلى والمسالك البولية التناسلية، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية الطب جامعة الأزهر، وعضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والدولية والمصرية لجراح المسالك الدولية وأمراض الذكورة، الاسم المتميز. أهلا بك. أهلا بك. قبل ما أبدأ بكلام هل خصوبة الرجل في خطر؟ هو الحقيقة الفترة الحالية دلوقتي طبعا أصبحت الخصوبة في خطر طبعا بالاستخدام الخاطئ لبعض الحاجات، منها التدخين، السمنة، وبرضو بضم صوت لصوت حضرتك برضو في موضوع الأكلات السريعة والجنك فودز والحاجات اللي هي مشبعة، الوجبات المشبعة بالدهون، الموبايلات طبعا استخدام الموبايلات دايما بتبقى معظم الناس بتحطها في البنطلون، اللابتوب ناس دايما بتحطها طبعا على رجليها، كل الحاجات دي طبعا بتأثر على الخصية، بتسخن الخصية وبالتالي بتؤدي الى ضعف او انتاج الحيوانات المنوية. ايه معنى كلمة عقم عند الرجل؟ هو الحقيقة موضوع العقم ده يعني هو اتغير شوية دلوقتي، احنا بقينا بنسميه تأخر انجاب، لان احنا هو دلوقتي بقى المصطلح الافضل لموضوع العقم عند الرجال، يعني لان احنا لقينا حاليا دلوقتي او في الفتره الحاليه لقينا بعض الناس اللي كانش لهم امل او ما كانش لهم امل في الانجاب بدا يبقى لهم امل، زي الناس اللي كان عندهم ضمور في الخصيه، الناس اللي عندهم مشاكل وراثيه بدا يبقى لهم حلول، وطبعا زي التفتيش عن الخصيه على الميكروسكوب والحاجات دي، فبدا الناس دي حاليا ما كانش لهم امل قبل كده فكنا بنسميه عقم، لكن حاليا دلوقتي بنسميه تاخر انجاب. التحليل السائد والحقيقة وتأخر الإنجاب برضو معلش يعني بالنسبة لتأخر الإنجاب هو تعطلوا التعريف من قبل الجمعيات، وكل الجمعيات اتفقوا على إن التعريف بيكون هو عدم القدرة على حصول حمل في خلال سنة من العلاقة الجنسية المنتظمة وعدم استعمال وسائل منع حمل، بمعنى إن إحنا المفروض بنبدأ ندور على الحمل بعد سنة بس بشرط يكون في علاقة جنسية منتظمة، الزوج موجود، الزوجة موجودة، علاقة منتظمة، الزوج مش مسافر. لكن التعريف ده برضو ليه استثناءات شوية، والاستثناءات دي يعني مثلا لو سن الزوج أكتر من 30 سنة مش هنستنى سنة، الزوج مثلا لو كان متجوز قبل كده وسبق له يعني ما حصلش إنجاب مش هنستنى سنة، الزوجة نفس الكلام طبعا. وفي بعض الناس برضو بتخلط شوية ما بين القدرة الجنسية والقدرة الإنجابية. طبعا مش معنى ان الراجل مثلا مخلف قبل كده ان هو خلاص بقى ما عادش عنده مشاكل، الراجل لو هو اداؤه سليم بيترجم ده ان هو خلاص ان هو بالنسبه للانجاب كويس. بعض الناس برضو لو هو القصف عنده كويس بيترجم ده ان هو خلاص ان هو بالنسبه له القدره على الانجاب كويسه. وطبعا الزوجه بتبقى متهمه شويه في الفتره دي، الزوجه متهمه ان هي اول ما بيبداوا بيروح لدكتوره النساء يقول لها اكشف انت الاول، فروح لدكتورة النساء بتبدأ مع الزوجة، وده خطأ شائع كبير جدا. إن احنا المفروض بنبدأ بالزوج، لأن الزوج سهل وبسيط والاطمئنان عليه بيبقى سهل، إن أنا بعمل تحليل سائل منوي. فزي ما حضرتك بتقول كده تحليل السائل المنوي في بيدخل في التعريف عشان يعني بالظبط أعتقد إن هو جزء يعني من التعريف، جزء من التعريف إن احنا بنبدأ نقيم الراجل بتحليل السائل المنوي. وطبعا تحليل السائل المنوي اتحط له يعني اتحط له معايير. فالمعايير بتاعته حاليا كان زمان او في سنه 99 كان العدد 20 مليون، الحركه بتبقى 50%، في حاجه اسمها الحركه A وحركه B. دلوقتي بقينا ما فيش حاجه اسمها A وB، بقت حركه هي كلها اسمها رابيد بروجريسيف او الحركه السريعه. طبعا هو بدا يتغير على مدار السنين اللي فاتت، كانت الارقام عاليه جدا بدات كده تنزل لغايه ما وصلت ان العدد في سنه 2010 منظمة الصحة العالمية حطت معايير ثابتة، العدد بيكون 15 مليون، الحركة فوق 32%، نسبة التشوهات على عكس المتوقع من الناس 96% تشوهات، ده عادي مفيش فيه مشكلة خالص، يعني 4% بالظبط 96 يعني 4 مطلوب منه 4% طبيعي. وطبعا زي ما حضرتك عارف السائل المنوي ده بيتكون طبعا من كذا حاجة، يعني اللي هو في حيوانات منوية دي بتطلع من الخصية،
في سائل البروستاتا ده بيطلع من غده البروستاتا بتشارك بحوالي 30%، الحويصلات المنويه بتشارك بحوالي 70%، والباقي بيطلع من الغدد اللي هي المحيطه بمجرى البول. ده التوصيف بتاع سائل منوي. سائل منوي بس جاي. طبعا لما نيجي نعمل تحليل سائل منوي في شروط، في شروط بالنسبه للزوج، يعني مثلا المفروض بيبقى اقل حاجه ما يبقاش فيه جماع من 2 لـ7 ايام. يعني اليوم نبدا تحليل من 3 يوم وما يزيدش عن 7 ايام. احنا دايما بنعتمد، مش بنعتمد على تحليل واحد، المفروض بنعتمد على اكتر من تحليل، فرض على الاقل 2 أو 3 في معامل مختلفه، بين كل تحليل حوالي شهر، عشان وبرده معامل مختلف عشان تفادي الخطا البشري. المفروض نعمل التحليل في المعمل، ما يبقاش في البيت، ولو هيعمله في البيت المفروض بيوصله للمعمل في خلال ساعه، ويوصله في درجه حراره الجسم، ما يبقاش معرض للهواء، لان هو ممكن يتاثر بالتعرض للشمس، تعرض للهواء والحاجات دي. طبعا برضو نفس التحليل ما يبقاش يعني يبقى وعاء بلاستيكي معقم، ما يبقاش مثلا انا جايبه من البيت في ازازه او حاجه، لا لازم انا باخد حاجه من المعمل وتكون الازازه دي معقمه او الاناء البلاستيكي ده يكون معقم. دي الشروط دي مهمه جدا الحقيقه. ايه اسباب تاخر الانجاب عند الرجال؟ والحقيقه اسباب تاخر الانجاب دي كبيره جدا، يعني احنا بس يعني هنحاول نلخصها كده. حضرتك عارف الخصيه، لو حطينا الخصيه في الوسط في حاجات بتتحكم في الخصيه، زي الغده النخاميه، الهايبوثالاموس، دي بتفرزه 2 هرمون، هرمون الاف اس اتش وهرمون ال اتش. الاف اس اتش ده مسؤول عن تكوين الحيوانات المنويه، وبالتالي بينبه خلايا السيرتولي سيلز نطلع هرمون اللي هي بتطلع بتنبه الخلايا لتكوين الحيوانات المنويه زي حضرتك باين في الشاشه كده. وهرمون الثاني بيطلع برضو من الانتيريور بيتويتري او الفص الامامي للغده النخاميه اللي هو ال اتش، ده بينبه خلايا بتطلع هرمون الذكوره، هرمون التستوستيرون. فبالتالي طبعا دول لهم دور كبير جدا، هو بينبه لو حصل اي خلل هرموني في الغده، سواء تعرضها بقى الاورام، تعرضها لاشعاع او عمليات، بيؤدي الى ان الخصيه نفسها ما بتنتجش. ممكن السبب يكون في الخصيه زي وجود دوالي خصيه، ممكن بعض الناس اللي عندهم التواء في الخصيه، بعض الناس اللي هم بيتعرض لحراره عاليه جدا، مشاكل في الشريان المغذي للخصيه، او اشهر سبب هو دوالي الخصيه. بعض الناس بقى في اللي هو ما بعد الخصيه، يعني في اسباب ما بعد الخصيه زي مشاكل في قنوات القصف، ممكن مشاكل في العلاقه الجنسيه نفسها، ممكن مشاكل في الوقت، يعني ما بيحصلش جماع في وقت العلاقه، في الوقت اللي هو في وقت التبويض، او مشاكل في القصف زي الناس اللي عندهم قصف مرتجع. كل دي طبعا اسباب بتؤدي الى تاخر الانجاب. دوالي الخصيه بقى نتكلم على، اعتقد ده من الاسباب الهامة جدا الحقيقه. دوالي الخصيه من الحاجات اللي هي المهمه، هو يعتبر اشهر سبب بيأثر على الخصيه في الانجاب، واشهر سبب ممكن نعالجه. طبعا حضرتك عارف دوالي الخصيه عباره عن تمدد في الاورده المحيطه بالخصيه، وده بيؤدي الى تسخين الخصيه او بيخلي انتاج الحيوانات المنويه ضعيف. احيانا بيؤدي الى خلل هرموني، ممكن يؤثر على الشريان المغذي للخصيه. ممكن طبعا برضو رجوع الدم، في حضرتك عارف برضو بيحصل ارتجاع من الوريد على الخصيه، فرجوع الدم بيبقى محمل بالفضلات، وبالتالي بيؤدي الى ان الخصيه نفسها تسخن وانتاج الحيوانات المنويه بيبقى ضعيف. احسن حل في دوالي الخصيه هو العلاج بالميكروسكوب، هي عمليه جراحيه بنعملها بالميكروسكوب. فايده الميكروسكوب ان احنا بنبدا ننقي الاورده الكبيره اللي هي فيها مشاكل، ونبدا نربط، اسمها عمليه ربط الاورده. طبعا بيبقى مشكله اللي كنا زمان بنعملها بالعين المجرده، العين المجرده دي كنا بنسيب اورده كتيره جدا، لكن بالميكروسكوب ده بيؤدي الى ان انت بتنقي الاورده، بتحافظ على الشريان المغذي للخصيه، بتحافظ على الوعاء الناقل. وبالتالي دي من احسن عمليات او احسن التقنيات الموجوده حاليا. تفسير ما معنى كلمه دوالي واحنا شايفين صوره الدوالي؟ يعني هو الصوره دي علميه واضحه جدا جدا، بتشرح خصيه سليمه وخصيه غير سليمه. تمام. وطبعا الدوالي عباره عن تمدد واطاله في الاورده. حضرتك عارف طبعا ان كل اي عضو في الجسم ليه شريان وليه وريد. الشريان بيغذي العضو نفسه، والوريد بياخد الدم بيرجعه في اتجاه القلب. المفروض ان الدم بيسري من الخصيه في اتجاه القلب، في اتجاه واحد بس. لو حصل اي تمدد او اطاله في الاورده الموجوده، الصمام ده بيحصل فيه مشكله. ممكن يكون سبب خلل في الصمام، ممكن يكون بسبب نقص في الصمام نفسه، وبالتالي الدم بيرجع على الخصيه. رجوع الدم على الخصيه ده بيخلي الدم يركن جنب الخصيه، وبالتالي انتاج الحيوانات بيسخن الخصيه، بيرفع درجتها، لان ربنا خلق الخصيه بره الجسم عشان درجه حرارتها اقل من درجه حراره الجسم. وبالتالي لما بتزيد درجه الحراره دي بيئه غير صالحه لتكوين الحيوانات المنويه. السؤال بقى، العمليه اسهبت انت حضرتك في قيمه الميكروسكوب،
ليه الميكروسكوب اصبح بهذه القيمه؟ الميكروسكوب الحقيقه لان هو بيكبر. احنا كانت مشكله الدوالي الخصيه ليها بعض المشاكل. اول حاجه مشكله رجوع الدوالي، وناس كتير بتقول لك يا دكتور اول حاجه يا دكتور هي الدوالي بترجع تاني، طب انا هعملها تاني. الحاجة التانية ضمور الخصية. كنا بنشوف بعض الناس ما بتعمل عملية بيصاب بضمور الخصية بعد عملية الدوالي. بعض الناس بيصاب بالقيلة المائية أو ارتشاح مياه حوالين الخصية. فايدة الميكروسكوب إن هو بيكبر، فلما بيكبر الفيلد اللي قدامي ببدأ أنا أشوف أوردة أنا ما كنتش شايفها قبل كده. فبالتالي أنا بنحاول في شريان ماشي جنب الخصية أو ماشي جنب الوعاء الناقل. الشريان ده هو المغذي للخصية. في بعض الناس زمان كانت بتعمل حاجة اسمها ماسلايجيشن، يعني رابط الأوردة فصل الوعاء الناقل ورابط كل الاورده كلها مع بعضها، فطبعا ما بيشوفش الشريان. فالشريان ده مهم جدا، يعني دي منطقه خطر. احنا بنعملها حاجه اسمها منطقه تحت الارابيه، المنطقه دي خطر جدا، وربط الشريان في المنطقه دي طبعا بيسبب مشاكل كبيره. فبالتالي كان في اورده بتتساب، ده بيؤدي الى رجوع الدوالي. ربط كون ان انا اسيب الشريان طبعا ده بيغذي الخصيه، وبالتالي فايده ان الخصيه نفسها بتبقى كويسه وانتاج الحيوانات المنويه بيبقى كويس. تاني حاجه في حاجه اسمها الاوعيه الليمفاويه. الاوعيه الليمفاويه دي احنا بنحاول نقلل ربط الاوعيه الليمفاويه، لان الاوعيه الليمفاويه لما بتتربط بيحصل حاجه اسمها القيله المائيه، وبالتالي المريض بعد كده بيدخل تورم، هيحصل في تورم وبعد كده ممكن يحتاج عمليه اللي هي القيله المائيه. اذا الميكروسكوب حل المشاكل طبعا. الميكروسكوب طبعا من الحاجات المهمه جدا الحقيقه في مجال الذكور عموما. عندما ياتيك مريض او يعني شخص، مش نقول مريض، هو بيعاني من تاخر انجاب، ايه الخطوات اللي بنمشي عليها على الجايد لاين في تشخيص او التعامل مع هذه الحاله؟ الحقيقه هو طبعا التشخيص بيبقى مهم، لان احنا اول حاجه التاريخ المرضي. طبعا الزوج والزوجه يعني لو يستحسن هم يكونوا موجودين، لان احنا بنبدا ناخد تاريخ مرضي من الزوج، تاريخ مرضي من الزوجه، طبيعه العلاقه الحميميه بين الاثنين، هل فيها مشاكل ولا لا، هل الزوجه بتستعمل تشطيفات قاتله للحيوانات المنويه ولا لا، وقت الجماع نفسه هل في جماع في وقت التبويض ولا ما فيش، سن الزوجه بيفرق معانا، هل الزوج عمل عمليات قبل كده ولا ما عملش، لان ممكن يكون عمل عمليات قبل كده واثرت على الخصيه، زي الناس اللي عملت مثلا خصيه معلقه او عمليات جراحيه بتؤدي الى انسداد في الحبل المنوي. الحاجه الثانيه اللي هي الفحوصات. الفحوصات طبعا زي ما احنا اشرنا من شويه على تحليل السائل المنوي، الى الفحوصات المعمليه، تحليل السائل المنوي، تحليل الهرمونات، قد نحتاج بعض الاحيان تحليل الكروموزومات او تحليل الماده الوراثيه. ودلوقتي حاليا في ماده كده اسمها الدي ان ايه، دي برضو بتشارك لحد كبير دلوقتي وبدات تحل مشاكل، اسمها الدي ان ايه فراجمنتيشن اندكس. بعد كده الاشعاعات بقى بتبقى مهمه جدا، اشهرهم اشعه الدوبلر، دي اللي بنعملها على الخصيه بتشخص دوالي الخصيه، بتشخص معدل رجوع الدم، قطر الوريد قد ايه، هل هي على ناحيه واحده ولا ناحيتين. احنا بنحتاج اشعه اسمها اشعه موجات صوتيه من خلال الشرج على القنوات المنويه، احنا بنحتاج اشعه رنين. ومن ضمن الحاجات المهمه قوي في التشخيص اللي هي حاجه اسمها عينه الخصيه. في بعض الناس اللي هم عندهم صفر الحيوانات المنويه، او الناس اللي عندهم مشاكل في الانجاب بسبب ان ما فيش حيوانات منويه، حاجه اسمها ازوسبيرميا. وكلمه ازوسبيرميا او صفر الحيوانات المنويه دي معناها عدم وجود الحيوانات المنويه حتى بعد عمليه الطرد المركزي. احنا يعني بنعمل حاجه اسمها سنترفيوجيشن، بنحاول ندور على حيوانات منويه بدقه. ودي بيكون ليها سببين، السبب الاول يا اما مشكله في الخصيه او مشكله ما بعد الخصيه. يعني الخصيه نفسها ده المصنع، ده اللي بينتج الحيوانات المنويه، فلو المصنع ما بينتجش لسبب ما، الخصيه فيها ضمور، الخصيه تعرضت لاشعاع، تم ربط الشريان اللي هو مغذي للخصيه، او في عمليات قبل كده، فطبعا الخصيه ما بتنتجش، وبالتالي بيبقى العيب في المصنع. او دي عينه الخصيه، دي عينه الخصيه، فدي بنشخص بيها الخصيه. زمان كنا بنعمل حاجه اسمها عينه من الخصيه، حاليا دلوقتي بنسميها التفتيش بالميكروسكوب او المسح الميكروسكوبي للخصيه. بمعنى زمان كنا بناخد عينه وبنحللها، بتاخد من اي حته في الخصيه جزافيه كده. ده دور بقى الميكروسكوب دلوقتي. الميكروسكوب احنا بنعمل، بنقسم الخصيه لمناطق، بنبدا نكبر الفيلد بالميكروسكوب، بنبدا نقسم الخصيه لمناطق معينه بحيث ان احنا ما نسيبش حته معينه بندور فيها على الحيوانات المنويه، وبالتالي ما بنفوتش فرصه على المريض. ممكن نبدا بالخصيه الاولى ما لقيناش فيها، بنبدا بالخصيه الثانيه، بنجمد الحيوانات المنويه دي عشان بعد كده بنحتاجها في موضوع الحقن المجهري. لو احنا ما لقيناش حيوانات منويه بنبدا نعرف الطور المتوقف عنده الحيوانات المنويه، يعني لان الحيوانات المنويه داخل الخصيه بيمر بكذا طور، فبنعرف الطور المتوقف بكذا عنده، مستوى بكذا تطور يعني. بالظبط. فبنبدا نشوف الطور المتوقف عنده، احيانا بندي المريض علاج لمده 6 شهور وبعد كده بنرجع نعمل عينه خصيه تاني. حضرتك قلت كلمه مخيفه، العوامل الوراثيه
قد تكون موجوده في سبب من اسباب تاخر الانجاب. وطبعا طبعا العوامل الوراثيه من الحاجات المهمه جدا. هي تخوف علشان نتائجها، يعني الناس بدات تخاف من النتائج بتاعتها. هو اشهر الحاجات الوراثيه دلوقتي هو مرض كلاينفلتر او متلازمه كلاينفلتر. حضرتك عارف متلازمه كلاينفلتر دي عباره عن خلل في الكروموزومات نفسها، وفي حاجه اسمها اكسترا اكس، يعني في حضرتك عارف الطبيعي الراجل اكس واي والست اكس اكس او اكس اكس او اكس 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 واي، هو ده في اكسترا اكس، في اكس زياده. والفكره هو الكلاينفلتر هو حاجتين، في اللي هو البيور اللي هو الطبيعي والموزايك تايب. الموزايك تايب ده فيه خلايا سليمه، وبالتالي احنا لما بنعمل احيانا عينه للخصيه للمريض ده احيانا بنلاقي حيوانات منويه، ممكن بيكون بنسبه قليله بس طبعا يعني بقى له امل على الاقل، لان هو ممكن نلاقي حيوانات منويه نعمل منها حقن مجهري. اذا هناك في الموزايك تايب في امل، في امل ان احنا نلاقي طبعا بس بنسب معينه، مش كل الناس ممكن نلاقي. الناس اللي بتلعب بتروح الجيم بتلعب بودي بولدنج بتلجا احيانا الى هرمونات، يعني انا في صديق ليا جاي مره بيقول لي من الحاجات الخطيره جدا الكوتش قال له هديك هرمونات، هو سنه قدنا، فدي كارثه يعني. وطبعا يعني معظم الناس اللي بتروح الجيم بيبداوا بحاجات معينه كده، هو المدرب نفسه اللي بيديها له، هو ما بيروحش جايبها حتى من الصيدليه او باشراف دكتور. الحقيقه ان الحاجات دي بيبقى فيها غنيه جدا بالهرمونات، الهرمونات دي بيبقى فيها هرمونات ذكوره، لما انا بياخد هرمونات ذكوره بكميه كبيره جدا دي بتعمل حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك، يعني بتخلي هرمون اللي هو المنبه للخصيه يقل، وبالتالي انتاج الخصيه اللي كانت بتطلع هرمون التستوستيرون بدات ان هو بتاخده من بره، فمش هتطلع الهرمون بتاعها، فبالتالي ده بيؤدي الى ان الخصيه نفسها يحصل لها انهبيشن، انها تبدا تقل، ما تنتجش حيوانات منويه، يحصل لها احباط. احنا احيانا بنلاقي ناس ازوسبيرمي، يعني في ناس بتاخد الهرمونات دي لمده طويله جدا، وبالتالي عين ازو يعني ما فيش حيوانات منويه خالص، بنفاجئ ان هو بيجي يتجوز بيجي يعمل بعض الفحوصات قبل الجواز بنلاقي صفر حيوانات منويه. فطبعا في بعض الادويه ممكن تاثر، الناس بقى اللي هم مثلا بيتعرضوا للعلاج الاشعاعي، الناس اللي بتاخد ادويه مثلا ادويه كيماوي، حاجات زي كده، طبعا دي من الحاجات برضو اللي تاثر يعني. قبل ان نذهب واقعيه التعامل مع الخلايا الجذعيه او الامال اللي بنحلم بيها، الواقعيه دلوقتي الواقع ايه؟ وعندنا امال ان الخلايا الجذعيه ممكن تعمل ايه في المستقبل؟ وطبعا موضوع الخلايا الجذعيه ده من الحاجات الشائكه شويه في الفتره دي، يعني هو الخلايا الجذعيه، بس خلينا نعرف الاول يعني ايه الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه ده هو الخلايا المكونه للجسم، هي ليها حاجتين، حاجه اسمها او بنقسمها لحاجتين، خلايا جنينيه وفي حاجه اسمها خلايا بالغه. الخلايا الجذعيه فيها ميزه كبيره جدا ان هي قابليه الانقسام الى ما لا نهايه. الميزه الثانيه ان هي ممكن تتشكل بشكل الخليه اللي هي اتحطت فيها، يعني مثلا انا زرعتها في القلب تتشكل بشكل القلب، حطيتها في الكبد تتشكل بنفس الخلايا. هو حاليا دلوقتي بدانا نتكلم على موضوع الخلايا الجذعيه، ان هي دي عباره عن خلايا بناخدها من نخاع العظام، وبالتالي بناخدها اكتر من تجويف الحوض، لان التجويف الحوض بتاعه بيبقى كبير شويه. بتتحط في جهاز تقريبا 10 ايام وبعد كده بتتاخد بتتحقن في الخصيه. هي للاسف لسه ما زالت تحت التجارب، يعني احنا ما فيش دوكيومنت او ما فيش كلها دراسات بتقول ان هي هل فعلا جابت نتائج ولا لا، الى الان هي دراسات وهي لسه في مرحله الشكل، بس هي طبعا امل كبير، يعني ممكن ربنا يسهل بعد كده ممكن يعني يبقى لها نتائج كويسه. هي لسه تحت التجارب، لسه كلها اكسبيرمنتال يعني تجريبيه، هو ما نقدرش نطبقها يعني حاليا دلوقتي ما نقدرش نطبقها لان هي كلها ما زالت تحت تجريبيه. بالظبط تجريبيه، عشان محدش يخدع حد يقول له انا هعمل لك علاج بالخلايا الجذعيه عشان اطلع لك حيوانات. هي مشكله ان انت يعني او انت هتعمل حاجه زي كده يبقى في ضوء تجارب، بيبقى في مكان ريسيرش، مكان بحثي، مكان بحثي. بالظبط يعني جامعه كليه طب مش عارف ايه. برضو في من ضمن الحاجات برضو اليومين دول موضوع الجلسات، موضوع الجلسات على الخصيه، في ناس كتير بتلجا لموضوع الجلسات على الخصيه. هو الان مفيش حاجه اسمها جلسات على الخصيه، في ناس علاج بالطاقه، علاج بالموجات، لغايه دلوقتي مفيش حاجه في الجايد لاينز او حاجه اساسيه بتقول ان الحاجات دي موجوده، فبالتالي احنا بس يعني ناخد بالنا من الجزئيه دي. نورتنا وشكرا دكتور ايمن. ضيفي العزيز الاسم المتميز في هذا المجال الاستاذ الدكتور صلاح زيدان، استاذ جراحات الكلى والمسالك البوليه والتناسليه، واستشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي بكليه الطب جامعه الازهر، عضو الجمعيه الامريكيه والاوروبيه والدوليه والمصريه لجراحي المسالك البوليه وامراض الذكوره، الاسم المتميز في هذا المجال، كان ضيفي في واحده من حلقاته المميزه جدا. يبقى تاخر الانجاب قصه مثيره بين قوسين مهم جدا، فيها ان نلجا اولا للاساليب العلميه الحقيقيه اللي قد تؤتي ثمار
أو بمعنى أصح أمشي على الأساليب العلمية المقنعة المنطقية الأبروفد الموافق عليها من كل الدوائر العلمية. أما بقى الحاجات اللي فيها تخاريف وفيها كده، خلي بالكم إن النصب في الحتة دي واللعب بأمال وطموحات الناس وأحلامهم في إن يكون عندهم طفل بيصل إلى مستوى بين قوسين النصب، وده خطر كبير جدا، وأعتقد أجهزة الدولة منتبهة جدا لهذا الأمر وبتحاربه بقوة شديدة. خليكم مع الناس الحلوة. الأستاذ الدكتور سامح فتحي، استشاري الأشعة التداخلية بمستشفى جامعة الأسكندرية، عضو الجمعية الدولية لتطبيقات الليزر، دكتورة الأشعة التشخيصية والتداخلية، عضو الجمعية المصرية للتدخل تحت الأشعة. أهلا بكم. بلا شك أنه وعي الناس وفهمها للغدة الدرقية في قصور أكيد، لأن إحنا بنشوف حالات كثيرة جداً مطنشة مش واخدة بالها. والحقيقة إن الغدة الدرقية بتفرز هرمون مشهور أو أنتوا عارفينه اللي هو ثيروكسين، والغدة الدرقية دي إما تضعف في الإفراز أو تنشط في الإفراز أو تكون طبيعية. إفراطها في الإفراز بيعمل ضربات قلب سريعة وبيعمل تعرق وعصبية ورعشة في الإيد وبتاع. النقص في الإفراز بيخلي الوزن يزيد وبيخلي القدرات العقلية تضعف مع الوقت، والذاكرة تتأثر والكسل يحصل وتلاقي فيه زيادة في الوزن، دي أعراض وإمساك وبتاع. وطبعا الزيادة في الإفراز بتخلي العين تكحص لقدام، وأشياء أخرى كتير قوي، أعراض كتير قوي. لكن في حاجة تانية غير انها تزيد في الافراز او تنقص في الافراز، انها تتضخم. التضخم ده حاجه مختلفه، ممكن او تتضخم وافرازها يبقى طبيعي، ممكن تتضخم وافرازها زايد، ممكن تتضخم وافرازها ناقص. التضخم هنا في المنطقه دي تضخم مزعج. ليه؟ لان الغده الدرقيه قريبه من اشياء حيويه للغايه، بل انها جاره لاشياء حيويه للغايه. وراها القصبه الهوائيه، على يمينها وشمالها في شرايين، في شرايين مهمة جدا، ده الشريان اللي واصل للمخ الرئيسي اللي هو الانترنال كاروتيد، فده في منتهى الأساس الأهمية. فخلي بالكو احنا بنتكلم على غدة التدخل فيها في منتهى الدقة والأهمية، لأن زي ما قلت لكم التضخم انت قريب من حاجات مهمة. كنا لفترة طويلة قوي نقول للمريض انت عندك تضخم في الغده الدرقيه كبير، او عندك ورم حميد كده مقلق شويه بس هو حميد ممكن يقلب، فالافضل ان احنا نعمل استئصال. فكان المريض يختفي في ظروف غامضه، يمشي وما يرجعش. طبعا احنا ناس بتوع بطنة، احنا المفروض يروح للجراح او يروح لزملائنا في الاشعه التداخليه يعملها. المريض بيخاف بيقلق. الاشعه التداخليه حلت مشكله كبيره جدا وجاب كبير جدا بين إن المريض يبقى الآن من إجراء وبين إنه يقرر إنه يعمله. للأشعة التداخلية سهلت الموضوع قوي قوي، وخلت لا في جرح ولا مشرط ولا بتاع، في حاجة بسيطة جدا بيدخل هنفهمها النهاردة بالتفصيل. الحقيقة إحنا في البطن بالذات مدينين للأشعة التداخلية بالشكر والتقدير، لأنهم حلولنا مشكلة كبيرة جدا مع المرضى هنفهم قصتها النهاردة بالتفصيل. النهاردة رائد قدير واسم كبير في عالم الأشعة التداخلية على مستوى مصري والإقليمي وعلى المستوى العالمي، اسم بنفتخر بوجوده معنا وبإنجازاته الرائعة على مستوى كمان العمل الأكاديمي وعلى مستوى الورش التعليمية في لنشر ثقافة وفهم الأشعة التداخلية لعموم أطباء مصر والعرب. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير الأستاذ الدكتور سامح فتحي، استشاري الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة اسكندرية، دكتوراه الأشعة التداخلية، عضو الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، الاسم الكبير. أهلا بك دكتور سامح. النهاردة أنت اخترت الغدة الدرقية، فأنا هسألك الأول بقى ما هي الغدة الدرقية، وصفتها إيه كمقدمة للغدة الدرقية؟ وزي ما احنا قلنا حضرتك كلمت من شوية باستفاضة يعني، وحتى مقدمة البرنامج كان فيها كلام كبير قوي عن الغدة الدرقية يعني. هو طبعا هي في مقدمة الرقبة وبتفرز هرمون الثيروكسين تي 3 و T4 وكده، وده له كنترول عن طريق غدة نخامية، كنترول دقيق جدا يعني. الهرمون ده بيأثر على كل حاجة في الجسم، فنسبه بتبقى يعني مهمة جدا يعني.
مشكلتها زي ما حضرتك قلت برضو مكانها، مكانها في حواليها شرايين اعصاب بتغذيها، حواليها الاعصاب بتاعه الحنجره كلها بتعدي جنبها بالظبط، المريء وراها كده، فبتأي تضخم فيها بيأثر جامد. احنا مش هنتكلم عن وظيفية قوي لان دي شغلة البطن اكتر يعني مننا، نتكلم عن التضخم وعلاج التضخم وتصغير الغدة الدرقية والأشعة التداخلية اكتر منها في الوظيفة يعني. رغم ان احنا برضو بنشتغل في الوظيفة دي، ابتدينا نشتغل فيها حاجات بسيطة كده هقول لحضرتك عليها دلوقتي. فتضخم الغدة الدرقية طبعا بيعمل لنا مشاكل كتيرة جدا طبعا، الضغط على الحاجات اللي حواليها. التشخيص الاول، الغدة دي بتتشخص بسهولة جدا. اول حاجه العيان بيشتكي الاول بشكوته، شكوى هرمونيه عيله اوتيت زي ما حضرتك قلت، الوزن بيزيد، اول ضربات القلب بتزيد وهكذا. الحاجه الثانيه بنعمل سونار، ودي ابسط حاجه يعني، العيان بيروح يعمل موجات صوتيه، غالبا 90% او اكثر من 90% بنكون مشخصه الغده دي حجمها قد ايه، نوعها عنقوديه ولا عاديه، فيها نيديول يعني واحده او عقده واحده، فيها مشكله بتفرز هرمون ولا لا من طريقه الفاسكولاريتي او كميه الدم اللي رايحه لها، وضغط على القصبة الهوائية ولا لا. يعني غالبا المقاطع الصوتية دي بتحل المشكلة كلها، قلما ان احنا بنحتاج طبعا لو فيها كبرت قوي ودخلت الصدر من جوه نحتاج نعمل اشعة مقطعية عشان نشوف ضغطها بالظبط على القصبة الهوائية عامل ازاي، او اشعة اكسرية عادية بنشوف حاجة اسمها تراكيل شيفت، القصبة الهوائية دي متحركة من مكانها ومضغوطة يعني وكده. فالتشخيص بتاعها سهل، فمحدش يقول بقى ان انا ايه مش قادر يعني اشخص او يعني تبقى نيجلكتد يعني، ما ينفعش دي حاجه بتبان، نفقد التشخيص حاجه بتبان بسهوله في المعدلين الترقبه، لو هو ما شافهاش اللي حواليه هيشوفها هيقول لك دي كبيره وبتاع، اكيد يعني هيبص بموجات صوتيه وخلاص. والدوبلر بيحل المشكله برضه، يشوف فاسكولاريتي، بيشوف كميه الدم اللي رايحه قد ايه، هل قليله هل كتيره، في حته معينه فيها مشكله او لا. الحاجه الثانيه في التشخيص مهمه جدا جدا بعد المرحله بتاعه الايمجنج او التصوير يعني الطبي، العينه طالما متضخمه وعنقوديه او فيها نديول واحده بس المفروض ناخد عينه فاين نيدل. العينه دي مش مؤلمه خالص، ولو فيها ورم ما بنتشاش عليها خالص، دي ابره رفيعه جدا جدا بسرنجه، سرنجه رفيعه جدا، بناخد منها عينه خلايا نفردها على شرايح وتروح المعمل 3 4 ايام بتبان النتيجه. لو النتيجه حميده لا تدخل عندنا، لو النتيجه لا قدر الله حاجه مش كويسه طبعا بيروح للجراحين وعلاج الاورام. الان بتوين في مرحله كده في النص بين الحميده، في خلايا متغيره شويه، دي احنا بنعمل عينات تاني، بنعمل مره واثنين، لو حميده خلاص بنعمل الاجراء بتاعنا التداخلي. ايه اسباب تضخم الغده؟ ايه اللي يخلي الغده تتضخم؟ والله في حاجات كتيره قوي يعني، ممكن تكون الغده طبعا كلها من عند ربنا يعني، الغده دي بتكبر لو هي يا تفرز هرمون يا ما تفرزش هرمون اصلا. ممكن تبقى حاجه اسمها اميون يعني اوتو اميون، يعني جهاز المناعه بيشوف الغده يبتدي يهاجمها، تبتدي تعمل نوعين من انواع اللي هي السيرودايتس، التهاب الغده المزمن هاشيموتو او الريدل سيرودايتس يعني انواعها يعني، والتضخم اللي هو العنقودي تتضخم وتكبر كده يعني، ممكن تكبر مره واحده يحصل فيه كيس منها، يحصل فيه نزيف او حاجه جوه الغده خليها تكبر مره واحده وكده. ايه بقى الدور يعني، ايه دور الاشعه التداخليه في التعامل مع الغده؟ هي الاشعه التداخليه طبعا احنا عندنا ثلاث حاجات، هي الفكره بتاعتنا ان احنا بنصغر حجم الغده بأمان طبعا، بدل ما نفتح بالجراحة، حل الجراحي بتاعنا الناس كلها عارفينه، بيفتح في الرقبة من تحت كده ويعملها تجميل، وبرضو الفتحة تبقى كبيرة شوية أو لا أيا كان. الحاجة التانية المهمة شكل السكار طبعا، ساعات بيحصل عليه كلويد يعني بيتخن كده ويتقل يعني الجلد بيورم شوية، ودي مشكلة في حد ذاتها، غير مضاعفات الجراحة اللي احنا شفناها طبعا. لو حد قدير في الجراحة طبعا بتمر بأمان يعني، بس برضو في العرضة، واحد يجي له نزيف يجي له قطع في العصب بتاع الحنجره، عشان كده ام كلثوم رفضت انها تعمل العمليه دي عشان قالوا لها هي الحته دي فيها مشكله يعني كبيره يعني. فهي مضاعفات العمليه. طالما عندنا حاجه تانية برضو في الجراحه مهمه، ان احنا طالما شلت الغده هتعمل ريبليسمنت ثيرابي، لازم هتبدل الهرمون اللي كان بيطلع بهرمون تاني، تقعد طول عمرك تاخد هرمون. كان في مقوله كده زمان، دونت بلاي ويز هرمونز، يعني الهرمونز مش سهل قوي انك انت تتعامل معاها. واحنا شفنا في حياتنا اللي بياخد هرمون المصري غير المستورد، لو نقل من مستورد لمصري بيضطر يغير جرعه، الجرعه دي لازم تكون مظبوطه جدا، يا زياده هتعمل مشاكل قليله هتعمل مشاكل، زائد كمان هيفضل طول عمره ياخد هرمون. فدي برضو يعني احنا بنحاول ننقذ الغده من الاضطراب الهرموني اللي ممكن يحصل بعد استئصالها. بفكره بسيطه كده، الاشعه التداخليه هي بتصغر حجم الغده بطريقه بقى، هي ابره كلها عباره عن ابره واحده بس تدخل في الغده
من النص من هنا كده وتتحرك يمين وشمال وتكوي الغدة. ممكن نكويها بليزر، ممكن نكويها بتردد حراري، ممكن نكويها بمايكرويف. الفروق بينهم برضو مش حاجة، يعني هي حاجة تكنيكال يعني أكتر منها حاجة. الإبرة دي رفيعة جدا بالظبط أدخل سنة من إبرة العينة، وبالتالي مفيش فيها مشكلة. مخدر موضعي طبعا دي ميزة جامدة قوي، كل الناس اللي بيعملوا جراحة لازم مخدر كلي وتيوب. ده تردد الحراري، تردد مايكرويف ليزر، الثلاثه نفس الميكانيزم تقريبا، بس مع اختلاف ان المايكرويف بيعمل مساحه اكبر وقته صغير. الليزر تقريبا هو زي المايكرويف بالظبط. يعني التردد الحراري وانا بفضله يعني دايما هو ايه، حنين شويه او بريسيجن، يعني مور بريسايز، يعني بتاخد الحته بالظبط اللي احنا عايزينها بالملي. ادق شويه، ادق كتير. المايكرويف اقوى والليزر اقوى، بس طبعا مش بدقه قوي. التردد الحراري، التردد الحراري ابره رفيعه جدا، او بوينت، يعني بتبقى حوالي يعني اكبر شويه من ابره العينه، وبتبقى فيها الحته التيب بتاعها اللي هو اكتف تيب، ده بقى 0.7 سنتي، يعني حاجه صغيره جدا، ونقدر نحكم فيها في المساحه اللي احنا بنكويها بالظبط. بنخد الموضعي وبندخل من نص الغده يمين وشمال، ونبتدي نشغل الجهاز ونعمل حاجه وزدرو الافكت. بنبتدي نسحب الابره واحنا بنعمل خطوط جوه الغده بحيث نموت اكبر اجزاء منها. في عندنا طبعا جزء مهم قوي اللي هو الترينجل، كان في صوره عندنا فيها كده مثلث احمر. المثلث ده احنا ممنوع نقرب له اصلا، الحته دي بتاعه الاعصاب اللي داخله الحنجره احنا مش بنعملها خالص. فاحنا بنتوسط الغده من جوه ونبتدي نكوي فيها، ده المثلث الاحمر اللي قلنا عليه. الحته دي ممنوع نقرب لها خالص باي حاجه بنكوي بيها يعني. وبالتالي نعمل وزدرول، ندخل الابره ونكوي الاجزاء كده خطوط 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 لغايه اوفرلابنج على بعض، نكوي كل السنتر بتاع ايه الغده، فبتبتدي تنكمش في خلال يمكن شهر او اثنين. حلو قوي. المثلث ده لا نقترب منه لان ده في الاعصاب، مثلث الخطر. فده فنيات، دي فنيات. طبعا زي ما احنا شفنا التردد الحراري، المايكرويف او الليزر، كلها اشعه تداخليه، كل الاشعه التداخليه كلها بتتعمل الترا ساوند جايدد، يعني بنوجه الابر بالموجات فوق الصوتيه. في عندنا تكنولوجي جديده في الموجات نفسها فوق الصوتيه، اللي حاجه اسمها نيدل فيجواليزيشن او نيدل انهانسمنت. كان زمان انت بتحط الموجات الصوتيه الجهاز وتدخل الابره، دلوقتي الاجهزه الجديده فيها سوفت وير معين كده بيعمل انجل بيخليك الابره دي شايني بتلمع، فانت بتشوف الابره دي مهما كانت رفعها. فبتنفع في الليزر طبعا، كده الليزر فايبر رفيع جدا، فانت محتاج تشوفه. الاجهزه العاديه ما تشوفش الكلام ده بسهوله. لازم تستعمل التكنولوجي بتاع اللي هو نيدل فيجواليزيشن ده، سواء تردد حراري او مايكرويف او ليزر، اللي هو رؤيه الابره اللي هو ده بالظبط. الصوره دي هتلاقي حضرتك صوره على الشمال، الابره باينه شويه طبعا، اللي على اليمين واضحه جدا وتبان احسن من كده كمان. شايفين الابره ماشيه، وكل ما الابره ما تبانش بتزود الانجل بتاعت السوفت وير فتشوفها اكتر من كده بتلاقي الابره اللي هي الخط الابيض الباين، الخط الابيض بالظبط كده، واضح كده. طيب ايه المميزات بتاعت الاشعه التداخليه؟ هي نمرة واحد، احنا مش بعد العملية او بعد الاشعة التداخلية العيان بيحافظ على نفس الهرمون بتاعه، هو ما بياخدش ريبليسمنت ثيرابي، ما بياخدش هرمون. الغدة بتفضل تفرز لان احنا بنسيب الاطار الخارجي بتاع الغدة سليم، والحتة اللي هي عند المثلث الاحمر سليمة، ودي تبقى كفاية ان احنا نطلع بيها الهرمون الطبيعي، فبالتالي العيان ما بياخدش هرمون خالص طول عمره. ودي اكبر ميزة، انا شايف ان هي ميزة يعني جامدة قوي. الحاجة التانية مخدر موضعي، الست بتعمل ليزر او بتعمل بالتردد الحراري صاحيه بتكلمنا وبنكلمها، مش حاسه باي وجع خالص ولا اي الم، نفس العينه بالظبط بتاعه الغده بس اعلى شويه، بس ايه في الـ في الـ في الالم مفيش الم تقريبا فيها خالص. بالكتير قوي العين ياخد سيديشن، ياخد مهدئ لو هو ريتابل قوي بياخد مهدئ، ما ياخدش. انا ما شفتش على مدى عمري ما عملناش ولا حاله مخدر كلي خالص. الريكفري طبعا سريع جدا، ده بيروح في نفس اليوم مفيش مشكله، بيروح نفس اليوم طبعا، بعدها بساعة بيروح. الميزة التانية كمان ان احنا نقدر نجيب بيها كمان بإبر طويلة شوية الريتروسترنال، الجزء اللي في الصدر ده اللي لازم تعمله جراح عشان تشيله، لا بالعكس ندخل بالإبرة برضو ونعمل أبليشن لكل جزء اللي جوه ده، فبينكمش والحالة بتتحسن جدا يعني. النتائج بقى؟ النتائج بالنسبة للشكل طبعا مذهلة. ان احنا بنلاقي الرقبة الكبيرة قوي دي بعد شهر بتلاقي تقل النص، ست شهور بتقل قوي، يمكن في خلال سنة بتلاقي الأمور يعني اتحسنت جدا يعني. زي ما احنا شايفين كده. طبعا. وحتى الصوره اللي تحت دي بتاعه الالترا ساوند فيها كبير قوي، كان كيس ده بيتسحب الكيس وبيتكوى مكانه، الغده بترجع تحجمها الطبيعي.
الحاجة التانية برضو احنا عملنا حالات بس مش كتير لسيروتوكسيك جويتر، هي دي حاجات مش ابروفد قوي يعني، او لسه ما بقتش وايد ديستريبيوتد. الغدة السمية اللي هي اخذت علاج كتير ما جابش نتيجة، وبتاخد اقراص كتيرة جدا في اليوم وبرضو ما فيش نتيجة، دي ملهاش حل، والعينين ابتدت تجحظ لبره وفي مشاكل. فدي بنعمل بنقلل بس الهرمون، يعني احنا بنقلل نسبة افرازها الهرمون الكبير قوي ده، عملنا يمكن 5 أو 6 حالات والنتيجه بصراحه كانت مرضيه جدا بالنسبه لنا. ده كده كده الاشعه التداخليه بدات تبقى شكل علاجي، مش مجرد بقى استئصال وتقليل الحجم، لا ده شكل علاجي. هي علاجي طبعا. ان احنا اول حاجه بنقلل حجمها طبعا، ما ده علاج برضو. علاج. الحاجات دي عندها بريشر سنتر، عندي ضغطه على العلاج. علاج مهم، دي علاج. الحاجه الثانيه الوظيفه بتاعتها لو هي، بس طبعا لازم يجرب العلاج الاول، علاج دوائي الاول. لو فيلد او ما فيش نتيجه ساعتها بنتدخل عشان نقلل الحجم بتاع الغده اللي بيفرز الهرمون اللي بيعمل مشاكل. حلو قوي. ايه يعني لما احط كده حدودنا، يعني ايه الحاجات اللي لا لازم نعمل فيها جراحه؟ انا دايما متعود مع حضرتك بقى على الحدود. هو الفيصل العينات، يعني حتى ان انا كل الحالات اللي بعملها او عملتها كلها بلا استثناء عامله عينه، اعيد العينه تاني قبل ما اعمل نفس الدخله بتاعت الابره بتاعت التردد او الميكروويف او تيفر، باخد بيها فاين نيدل مش من حته واحده بس. احنا بناخد لو في كذا نديول بناخد من كل النديول ساعه العمليه بقى، عينات من كل من الحويصلات، كل الحويصلات اللي موجوده ناخدها نبعتها تحاليل. كيس بنسحبه وقت التدخل، نسحب الكيس برضه ودي يتحلل، ونسحب من الجدار بتاعه ودي يتحلل. اهم حاجه عندنا تحاليل الانسجه بتاعه الغده. حلو. لان احنا بنخشى جدا انها تكون هي هتتحول لا قدر الله الورم سرطاني، ودي ساعتها ملناش اي دور في الموضوع خالص. عموما اورام السرطانيه في الغده دي من اسهل الحالات السرطانيه اللي في الجسم، يعني كان بالزبط. دايما في سؤال شفوي يقول الدكتور للطالب يقول له لو انت جات لك حاله وتتمنى لها، او بمعنى صح يعني قالوا لك لازم يجي لها سرطان، هتتنقي سرطان فين؟ في الغده. طبعًا. الاجابه بتاع لازم يكون الاجابه كده، لانه ذا سمبلست تايب، الابسط النوع طبعًا. الابسط طبعًا. والنداء جيده جدا يعني تصل الى تقريبا لو تعالج كويس 100%. بالظبط. وهي انواع كتيره كمان، نوع واحد يمكن او اثنين اللي فيهم مشاكل، بين انواع السرطانات الثانيه في الغده نفسها ما بيحصلش منها مشاكل خالص. يعني فدي حاجه كويسه يعني. عشان بس الناس تطمن. لا سرطان الغده من الحاجات اللي فيها طبعا حاجات بتبقى يعني درجاتها عاليه وكده، انما اغلبها 90% زي ما حضرتك قلت بالظبط درجاتها قليله جدا، والعين بتعيش معاها عادي. مفيش مكان للجرح. لا خالص، هي شكة بس في نص الرقبة كده وما ببانش أصلا يعني خالص يعني. بنعملها حتى في الكريز في زي الخط ده بس نقطة. الفترة بعد دي يعني تبدأ النتائج تمان، يعني مثلا لو في تضخم كبير شوية يبدأ بعد قد إيه يختفي تماما؟ والله حضرتك هو حسب الفاسكولاريتي يعني، حسب الأوعية الدموية. الأوعية الدموية اللي ماشية الغدة من جوه، في صور عندنا الأوعية الدموية كتيرة جدا. كل ما كانت الأوعية الدموية كتيرة جدا كل ما كانت النتيجة أحسن. لأن لما بتكويها بتقل جدا جدا فالنتيجة تبقى أحسن. حلو قوي. يعني دي بنعرفها واحنا شغالين اكتر يعني. الرينج بيبقى قد ايه؟ من كام لوقت؟ من شهر لست شهور غالبا. ويختفي تماما يعني؟ بيختفي تماما. انا بسيب سنه كده عشان لو له مره تانية يعمل ولا حاجه، بس لغايه دلوقتي ما عملتش ولا مره ولا حاجه مره تانية. الحمد لله. انت نورتنا، ويعني نورت لنا حته مهمه جدا جدا في عالم مثير. انا قلت لحضرتك قبليها احنا بنعاني مع المرضى اللي بيبقى عندهم تضخمات في الغده الداخليه، للاسف بيبقوا متخوفين من اجراء جراحي، بيحصل تضخم كبير جدا. هم متخوفين اصلا من العينه، ودي حاجه برضه مش عارف نحلها ازاي دي، رغم ان هي مش مؤلمه خالص والله. العينه ليست يعني كانها حقنه في العضل، اخف من الحقنه في العضل. اقل بكتير. اقل بكتير، الحقنه في العضل بتوجع لكن دي ما بتوجعش. بالظبط. نورت وشرفت ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في عالم الاشعه التداخليه الاستاذ دكتور سامح فتحي، استشاري الاشعه التداخليه بكليه الطب جامعه اسكندريه، دكتوراه الاشعه التداخليه، عضو الجمعيه المصريه للاشعه التداخليه. نورت الناس الحلوه ورجعت كعاده. شكرا. خلي بالكم من غدتكم، خلي بالكم من التطور الكبير جدا في الاشعه التداخليه في عالم الغده، لانه حللنا مشكله كبيره جدا، واحد من اهم برانشات الاشعه التداخليه، لانه الحقيقه تضخم الغده يعني منتشر في الوطن العربي وفي مصر، منتشر في العالم كله، بس انا بتكلم على مصر والوطن العربي، انتشار كبير جدا. خليكم دايما مع الناس الحلوه. اهلا بكم. بلا شك طبعا الست لحظه انها يعني رجع لها ابنها للحياه تاني دي لحظه مؤثره جدا، لكن خلينا اقول لكم حاجه، اذا تاخر الحمل، كلام للراجل والست، ارجوكم ما تعملوش الحاجات الاتيه. اولا بلاش الياس،
بلاش الاستعجال والتسرع، في فرق كبير جدا بين السرعه والتسرع، في فرق كبير جدا بين ان انا اتحرك في الوقت المناسب وان انا استعجل. الكلام باين وانتوا فاهميني كويس. تعالوا النهارده نفهم هذا العلم مع ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه وواحد من سوبر ستارز هذا المجال، بيبهرني باسلوبه العلمي الراقي جدا والشرح التفصيلي بتاعه اكثر من ممتع، ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجاري واطفال الانابيب، استشاري جراحات المناظير وصاحب ماجستير حقن المجاري من جامعه ميسينا الايطاليه، دبلومه المناظير المتقدمه من الهند والمناظير الدقيقه الفرنسيه، وعضو الجمعيات الاوروبيه والمصريه والامريكيه لخصوبة تاخر الانجاب. اهلا بيك دكتور. اهلا بيك دكتور ايمن، زي حضرتك. بتشوف ناس بتعمل حركات اسوأ؟ يا لهوي أسوأ والله. ده بجد؟ والله وأنا بحكي الكلام ده افتكرت الكلام ده من 10 سنة. والله العظيم يعني أنا مش في حاجات مش عايزة أتطرق ليها، بس أنا فوجئت عندي في المركز حاجة مش حلوة خالص. واحدة طلبت المشيمة بتاعت ال الله فهي ماما، ده في واحدة هنا ما بتخلفش وعايزين نستخدمها في حاجة معينة كده. الله الله. فبيجيبوها ويحطوها وتقعد عليها. ده جنان ده ولا إيه؟ يعني انا اصبت بحاله هستيريا يعني طبعا. طبعا رفضت وزعت لهم وده ما يصحش ومش عارف. لا والغريب اللي هو مش حاله سبوراديك، لا ده ده الموضوع اتكرر كذا مره مع كذا حاله يعني. في العلم حاجه تانية يعني، لما يجي مثلا العلم نيجي واحده متاخره فانت تقول نتكلم النهارده مثلا عن قضيه تنشيط الطبيب، باب لوحده. طبعا ده باب وده اهم. لان هو بقى ميس يوز، بقى بيستخدم بصوره خطا جدا. ماذا يعني تنشيط الطبيب؟ التنشيط المبيض هو اللي انا بدي السيده نوع من انواع التنشيط. طبعا في كذا نوع من انواع المنشطات، في اللي هو اللي انا باخد في اللي هو الاورال اللي هو بالراس، وفي الحقن، والحقن طبعا دي لها كذا نوع. ببدا بالتنشيط من ثاني او ثالث او رابع يوم الدوره الشهريه، وبتابع التبويض لحد ما البويضه بتطلع، وبعد كده بحدد اليوم اللي يحصل في العلاقة الزوجية. طيب أنا بيتعاطى لمين؟ بيتعاطى للسيدات اللي هم ما عندهمش تبويض خلاص، واحدة عندها تكيس على المبايض أو كسل في التبويض، أو واحدة عندها بيحصل لها تبويض بشكل كويس بس أنا بدي تنشيط عشان يطلع عدد أكبر من البويضات فزود فرصة حدوث الحمل. ده مختصر القصة كلها. المشكلة امتى ادي التنشيط بقى؟ وده المشكلة اللي انا بواجهها اليومين دول وبشوفها بتستخدم بصورة خطأ يا دكتور ايمن. المشكلة دلوقتي ان اي زوج وزوجة اول ما بيتجوزوا بيستنوا حدوث الحمل تاني شهر، وده طبعا دي كارثة. الزوج والزوجة يروحوا يكشفوا عند اي حد من الزملاء، طب جربي حضرتك الشهر ده وهنشوف الدنيا اخبارها ايه بعد شهرين او ثلاثة جواز، من غير ما الزوج يعمل تحليل سائل منوي، من غير ما هي تعمل تحليل هرمونات، من غير ما تعمل أشعة مهبلية ثلاثية الأبعاد، من غير ما يدور على في مشكلة أصلا ولا المفروض أعرف بس يعني إيه تأخر الحمل عشان بس الناس تبقى عارفة إمتى يكون عندي مشكلة في الحمل. في نوعين من تأخر الحمل، في تأخر الحمل الأولي وفي تأخر الحمل السنوي. تأخر الحمل الأولي اللي هي في علاقة زوجية منتظمة لمدة سنة وما حصلش حمل خلاص. تأخر الحمل السنوي اللي الزوجة دي حصل لها حمل وولادة، وحصل تأخر في الحمل بعد الزوجة ما بطلت وسيلة منع حمل، أو سواء ما استخدمتش وسيلة منع حمل، تأخر الحمل مع استمرار العلاقة الزوجية المنتظمة لمدة سنتين. دي لو واحدة حصل لها حمل وبعد كده حمل وولادة أو بدون ولادة، أيا كان حصل حمل قبل كده. طب لو الزوج بيجي يقعد مثلا 3 4 شهور كل سنه وبعد كده بيسافر، ده ما عندهاش تاخر حمل. احنا بنحسب عدد الشهور ان الزوج كان موجود فيها مع الزوجه دي. الحاله دي سواء تاخر حمل اولي او تاخر حمل ثانوي، دي عندها مشكله في تاخر الحمل. طب لو فرض زوج وزوجه جايين عند العياده ومتجوزين بقالهم 3 4 شهور، ويا دكتور احنا عايزين نشوف احنا ما حصلش حمل ليه؟ طبعا دي الكلمه دي بتضايق، بس طبعا الظروف المجتمعيه بتاعتنا بتحكم ان الزوج والزوجه لازم يحصل لهم حمل من اول شهر جواز، وطبعا ده مش مظبوط. اللي انا بعمله في العياده وده المفروض اللي يتعمل، ان الزوج بيعمل تحليل سائل منوي والزوجه بتعمل تحليل هرمونات، وتحليل الهرمونات ده بيتضمن الاف اس اتش والال اتش والبرولاكتين والتي اس اتش والتستوستيرون خلاص. الام اتش ما بحتاجوش الا اذا كان في مشكله الزوجه الكبيره في السن او حاجه.
وبعد كده بعمل أشعة مهبلية ثلاثية الأبعاد. لقيت في مشكلة نبدأ إيه نتعامل، مفيش مشكلة بطبق الورق وأقول لهم اقعدوا في البيت ولما يحصل تأخر في الحمل بعد سنة تعالوا لي. نفس القصة بتنطبق على تأخر الحمل السنوي، لكن الزوج والزوجة يعملوا يتابعوا وياخدوا تنشيط من أول شهرين ثلاثة زواج طبعا كارثة. والكارثة الأكبر والغير مقبولة لأي بدون أي مبرر إن الزوجة تاخد تنشيط من غير ما الزوج يعمل تحسين منوي، دي أنا بعتبرها جريمة. لأن ممكن الزوج يشكل 50% من عملية حدوث الحمل. ليه أنا بركز على 50% وأنا سايب 50% الأساسيين أصلا اللي أنا مش هتعب معهم في حاجة؟ الزوج كويس خلاص اقعد مش محتاجين منك حاجة. في مشكلة يبقى حضرتك أنت كده بتظلم الزوجة اللي أنت خدت التنشيط بدون داعي. ليه؟ لأن حضرتك دلوقتي التنشيط إن الزوجة بتاخده بيعمل لها مشاكل على المدى البعيد. طبعا حكاية وقال المخزون المبيض والحاجات دي كلها لا ده مش صحيح. لكن لو الزوجة خدت عدد معين من الشهور أكتر من العدد المعين ده بتبقى عرضة لمشاكل في المبيض، في المبيض بعد سن كبير بعد سن 40 سنة عرضة الأورام مش كويسة على المبيض. فأنا ليه هظلمها وأخليها تاخد شهر تنشيط بدون داعي؟ ليه كل ما الزوجة الزوج والزوجة يتابعوا حتى بعد تأخر الحمل يا دكتور أيمن، فرض مثلا عدى سنة والزوج كويس ما فيش أي مشاكل وبدأت تاخد تنشيط، ولاقي الزوجة مثلا جاي الزوج والزوجة جايين لي بخمسين ستين رشطة كل رشطة فيهم مكتوب فيها تنشيط، ليه أنا ببدأ من جديد؟ ليه ما بنخشش على المرحلة اللي بعدها؟ الزوجة خدت شهرين أو ثلاثة أو أربع شهور تنشيط نقطة، أدور على سبب التاني أشوف فين المشكلة اللي عاملة تأخر الحمل. فده طبعا من كوارث طبعا. ماذا يحدث؟ ما إيه الخطوة فعلا ما بعد فشل إن التنشيط يحدث حمل طبيعي؟ ماذا افعل لو الزوج كويس؟ لو الزوج كويس اللي بعد كده بعمل اشعه بالصبغه او منظار اشوف المشكله فين. جهاز الانابيب مش سالكه، جهاز فيها التهابات، جهاز فيها ارتشاح. طب انا عايز اعد خطوه الاشعه بالصبغه، او فرض عملت اشعه بالصبغه وبرده ما حصلش حمل بعد الاشعه بالصبغه بثلاث او ست شهور، اعمل ايه المنظار؟ هيفيدني بايه؟ هيفيدني اللي ممكن يكون في مشاكل في الرحم من جوه، التهابات في الرحم، زوايد لحميه، بطانة رحم غير وظيفية وظيفتها مش كويسة. المنظار البطن هيبين لي علاقة الأنبوبة بالمبيض، ممكن تكون الأنبوبة كويسة ما فيش فيها أي مشاكل وسالكة بالأشعة بالصبغة بس مش في الوضع التشريحي بتاعها، مش نايمة على المبيض كده، لازم تكون نايمة عليه كده عشان لما البويضة تطلع تخش جوه الأنبوبة. لكن لو الأنبوبة دي سالكة وشها الناحية التانية دي هيحصل منين الحمل؟ لو وديت مليون شهر منشط خلاص. الأنبوبة لو مكتومة نحاول نسلكها، لو الأنبوبة فيها التهابات بنحاول نخفف التهابات دي، أو لو فيها ارتشاح بنفصلها، لو في بطانة رحم مهاجرة أعالجها أو أحدد بروتوكول التنشيط اللي بعد كده، لأن طبعا الحياة اللي زي دي بقى لها علاج معين. فبعد كده بقى المنظار، بس بعد المنظار بثلاث شهور أو ست شهور بلجأ لإيه؟ للحقن المجهري. فهي خطوات ماشية مع بعضها كده. لكن اللي فعلا بيزعلني وبقيت بشوفه كتير ان الحالات بتبقى جايه معاها ورق كتير جدا، انا بقعد عده شهور التنشيط ببقى مستاء جدا، وتبقى رحل خمس او ست دكاتره وكلهم بيدوا نفس التنشيط. السؤال ليه؟ ليه هي الزوجه جايه واخده اربع او خمس شهور تنشيط ليه هدي تنشيط تاني؟ هو هل انا مثلا التنشيط بتاعي هيبقى افضل من زميلي؟ لا طبعا، ما هو هي واحد واحد بيساوي اتنين، ما فيش اختلاف. يعني نسمع دائما عن كلمة بروتوكول، خاصة كلمة تنشيط دي بيجي قبلها بروتوكول. بروتوكول اه طبعا. اه البروتوكولات دي تختلف، بروتوكول طويل، بروتوكول قصير، الترا شورت. بروتوكولات الحقن المجاري طبعا في التنشيط بتختلف حسب الحالة. خلاص؟ البروتوكول الطويل ده بيبدأ من اليوم الواحد وعشرين من الدورة الشهرية اللي هبدأ قبل اللي هي قبل الشهر اللي هنبدأ فيه حقن المجاري. ده ليه مزايا وليه عيوب. خلاص، وليه حالاته كمان، يعني مش كل حالات ينفع نستخدم معها البروتوكول ده. البروتوكول ده مشكلته هو طويل، الزوجة بتاخد واحد من يوم من 21 من الدورة الشهرية حقن تحت الجلد، ولما الدورة الشهرية بتبدأ بنبدأ التنشيط الفعلي الحقن المجاري، وبعد كده بنستنى من 10 أيام ل 14 يوم أو 15 يوم حسب الفترة، ونبدأ نسحب البويضات وبعد كده بنزرع. فالزوجة بتقعد فترة طويلة جدا في فترة التنشيط.
المشكلة في البروتوكول ده ان التحكم في فرط التبويض صعب جدا. لو الحالة دي دخلت في فرط التبويض استحالة هعرف اصبح هي خلاص فعليا دخلت فرط التبويض. النقطة التانية كمان شوية مكلف ماديا اكتر من البروتوكول القصير. بس هو فيه ميزة ممتازة اللي هو بيطلع لي بطانة رحم جيدة جدا. خلاص؟ وبيبقى مفعوله كويس جدا جدا في حالات بطانة الرحم المهاجرة. رائع رائع. فهو ليه مزاياه زي ما قلت حضرتك وليه عيوبه. النقطة التالتة كمان اللي هو دايما البروتوكول ده مش أنا اللي بتحكم فيه، هو دايما اللي بيتحكم فيه. يعني فرض مثلا أنا ببدأ التنشيط خلاص من تاني يوم البريود أو تالت يوم بعد ما السيدة ماشية على حقن من يومين 21 من السايكل من الدورة الشهرية، ببدأ التنشيط وبعد مثلا أربعة أيام أو خمس أيام لقيت المبيض استجابته إيه؟ قليلة، هضطر أزود الجرعة فممكن تخش فرط تنشيط. تمام؟ طيب بدأت بجرعة عالية شوية وشفتها بعد أربع خمس أيام ممكن إيه داخل فرط تنشيط. طيب الزوجة مثلا بدأت بجرعة ولقيت الدنيا كويسة وزودت الجرعة ولقي برضو ما فيش استجابة، فهو دايما البروتوكول ده هو اللي متحكم فيه مش أنا اللي متحكم فيه. البروتوكول أفضل منه ودايما أنا اللي بتحكم فيه ومش شايل هم العينة دي تخش في فرط تنشيط أو لأ مهما طلعت من عدد بويضات. اللي هو البروتوكول القصير اللي هو بيبدأ من تاني يوم الدورة اللي هو الأنتاجونست بروتوكول من تاني يوم الدورة وببدا التنشيط بتاعي وعندي وقت معين بدي حقنه معينه عشان تخلي البويضات ما تطلعش الا في الوقت اللي انا عايزه اللي هو يوم السحب. الحاله دي فيها ميزه ان انا لو الحاله دي مطلعه عدد كبير جدا من البويضات لو انا اديت لها حقنه معينه اللي هي الاتش سي جي اللي هي اقول الاسم التجاري ولا أقول الكوريومون او الاوفتريلا او الايبيفاس الحقن دي كلها دي لو انا اديتها لها هتخش في فرط تنشيط. بس انا في البروتوكول ده بقى ممكن ما اديهاش وادي حقن تانيه اللي هي جي ان ار اتش انالوج في الحقيقه دي مش هتخش في فرط تنشيط مهما طلعت من عدد كبير من البويضات. متحكم متحكم ده ميزته اللي انا مهما الحاله العين طلعت بويضات قليله طلعت بويضات كتير انا بعرف اتحكم فيها. مناسب جدا للناس اللي عندهم تكيس على المبايض، مناسب جدا للناس الكبار في السن. بس مشكلته في ايه؟ بطانه الرحم بتاعته بتبقى اقل جوده من البروتوكول التاني. أرجوك عايزين نتكلم كتير عن التنشيط أو التعامل مع المبيض لأنه الثقافة في الحتة دي عند ناس وعند كتير من شباب الأطباء برضو مش مذاكرينها مش مذاكرينها فعايزين نتكلم فيها إن شاء الله. إن شاء الله نورت وشرفت كالعادة وأبدعت ضيفي العزيز واحد من سوبر ستارز هذا المجال، مجال تأخر الإنجاب، مبدع دائما في حواره بستمتع بهذا الحوار بدقة توصيفه بالمستوى العلمي اللي بنشرح فيه حتى لو علمي في بعض الأوقات وحتى لو كان للمحترفين في بعض الأوقات فده شيء مطلوب وده جزء مهم جدا من الناس الحلوة. ضيف العزيز الأستاذ دكتور محمد حسني استشاري النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجاري وأطفال الأنابيب وجراحات المناظير، صاحب ماجستير الحقن المجاري من جامعة سينا الإيطالية ودبلومة المناظير متقدمة للهند والفرنسية وفرنسا، عضو الجمعية المصرية والأوروبية الأمريكية لخصوبة تأخر الإنجاب. نورت عليكم على الناس الحلوة. الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. أهلا بكم. دايما عالم الأسنان عالم مثير، عالم ممتع، له بريق خاص كده. هتستغربوا جدا لما أقول لكم أنا بشوف مثلا نجوم ناس مشاهير في الوطن العربي، لا ده النهارده هتكلم على العالم. تحس ان بينهم وبين الاسنان في بعد، مش مظبطين سنانهم، مش عاملين فيها تجميل، مش عاملين فيها تعديل، فيها عيوب واضحه جدا مش مصلحينها. استغربت بقى لما لقيت الكلام ده موجود في نجوم في هوليوود. تعالوا نقرب من هذا الكلام ونفهمه بالتفصيل النهارده ونفهم حاجات كثيره جدا في حوار علمي راقي جدا ورائع جدا مع ضيفي العزيز واحد من سوبر ستارز مجال طب الأسنان. وحياب بيسعدني جدا بأسلوبه الشيق وبطريقته الجميلة في شرحه والتفصيل وبالحاجة اللي أنا بستمتع فيها بالحوار معاه اللي هو حالة
يعني التشويق والإثارة المحيطة بشرحه لأي حالة من حالات طب الأسنان، حتى في الحوار العلمي خارج الهواء وإحنا قاعدين دايما تحس إن هو انفولفد جدا بأي مشكلة خاصة بطب الأسنان. ضيفي العزيز الأستاذ دكتور كريم مكادي، استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان، زميل كلية الجراحين الملكية، عضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان، المبدع دائما. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور أيمن، والله انا ببقى مبسوط لما باجي مع حضرتك. احنا بنبقى سعداء اقسم بالشياكه. ربنا يخليك ربنا يخليك. اصل هنا الميزه ان البرنامج فعلا بيوصل معلومه كويسه، بيثقف الناس من غير ما نضحك على حد. يعني احنا هنا بنقول الكلام المظبوط، وبتهتم حضرتك بالناحيه العلميه جدا انها توصل للمريض او لعامه الشعب بطريقه بسيطه، فهو ده الجميل. انا اللي بشكرك على قبولك دعوتي ان انت تدينا من وقتك، يعني صم بالليل اخر الليل. ربنا يخليك. احنا بنسجل اخر الليل خالص، لا اخر الدنيا كلها اخر الليل واخر الدنيا واخر الدنيا. خلينا نبدا قبل ما نروح لتعويض الاسنان، هل في نجوم او ناس عندهم مشكله مع الدكتور؟ في ناس عندها مشكله نفسيه مع دكتور السنان، ان هي بتخاف جدا، ممكن يكون عندها باد اكسبيرينس حصلت لها من وهي صغيره، ممكن يكون من كلام الناس، ودي مش مشكله بتاعتهم بس، دي مشكله بتاعت حد هم عدوا عليه كان بيتعامل معاهم كانه بق بس مش بني ادم كامل. يعني انا جاي اصلح الحته الفلانيه ماليش دعوه ده تعبان ولا مش تعبان، ما بستخدمش تكنيكس تقلل عليه الوجع. المفروض المريض ده بيخش يعمل شغله كله في اسرع وقت بدون الم خالص، هو ده الصح في طب الاسنان. لكن رايح جاي الم شغل يتعاد كذا مره، الكلام ده كله بيدي اكسبيرينس وحشه للمريض اللي بتخليه بعد كده يجري. هو لا فاضي ان هو يروح ويجي ولا فاضي عشان يجي يتالم. يعني تخيل حضرتك كده عندك ميعاد النهارده عشان تحس بالالم، لا مش طبيعي طبعا. لكن دلوقتي التكنولوجي وفي تكنيكس كتير جدا بتخلي الالم ده مفيش خالص. وخلي بالك برضو يا دكتور ايمن، التروما كل ما احنا بنعمل شغل مرهق للمنطقه اللي احنا شغالين فيها كل ما التورم والالم بعد الشغل يبقى عالي، فلازم الدكتور يبقى بخلي باله كويس قوي ان هو يوصل لاعلى نتيجه في اقصر وقت مع اقل مانيبيليشن او اقل شغل في المنطقه اللي هو شغال فيها. انا عارف ان انت واحد من المميزين في مدرسه الشرح للمريض، يعني حتى وانا قاعد معاك بتقعد تشرح للمريض. عارف حضرتك يعني في ساعات لو في مثلا انفكشن جامد قوي مثلا في ضرس وهو داخل يعمل عصب، بقول في عندنا مثلا حقنه بنج بتتاخد في قنوات العصب نفسها، بقول الدكاتره عندنا بتوع العصب انت وانت بتدي الحقنه اللي جوه القناه دي المريض ممكن يحس بحاجه خفيفه من الوجع، بس دي بتقضي على الوجع خالص لان مع الانفكشن البنج مش بيأثر بسهوله. لازم تقول للمريض انت هتحس بسنه وجع دلوقتي، عشان لو ما قلتلوش وتفاجئ بيها هيبقى تاثيرها عليه اكبر بكتير جدا. ويحس ان انت عارف كل الخطوات بالزبط. والمسار الطبيعي بالزبط. لكل شيء مش هيحس ان هو دخل في حته مش مفروض يخش فيها. من اكتر الحاجات في مصر الناس بتطنشها ان يكون عنده سنه مفقوده، دي اوحش حاجه في الدنيا. احنا لما بنفقد السنه غير الشكل زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، طبعا الفم او البق او الاسنان هي اول امبريشن الواحد بيقابله، يعني زي البدله والساعه والكرافات ماشي، السنه دي اول حاجه احنا بنشوفها. لما بتفقد السنه بتاخد فكره والمريض بيسيبها مفقوده، بتاخد فكره ان الراجل ده مش مهتم بنفسه، دي اول مشكله بتقابلك. تاني حاجه عندك مشاكل بتحصل في جسمك لان انت مش بتاكل بطريقه مظبوطه. تالت حاجه رصه السنان بقى، السنان دي سبحان الله كلها في حاله حركه، كل واحده سانده اللي جنبها وسانده اللي قصادها، بتبدا السنان تميل في الحته اللي فاضيه عشان تعوضها اللي حواليها، واللي قصادها يطول، فانت بتبدا تكر الخيط، تبدا تبوظ السنان واحده ورا الثانيه. يعني ممكن تلاقي بق فاضي تماما عشان خاطر سنه اتخلعت، اللي حواليها باظوا، فاللي باظوا اللي حواليها وبوظوا اللي قصادهم، باظت الدنيا. زي ما احنا شايفين هنا اهو بدات السنان تميل، بدا يتكون جير حواليها، المفصل نفسه بيبوظ لان انت بتاكل بطريقه مش مظبوطه. المفصل ده عامل زي مفصله الباب، لو انت في حاجه زنقاه او مش بيتحرك بشكل سليم هيبدا المفصله دي تبوظ واحده واحده. ده اللي بيدخلنا في مشكله وعمليات لو الغضروف اتقطع لا قدر الله ملهاش لازمه، وعمر ما المفصل ده بيرجع تاني. كل ده عشان فقدنا ضرس او سنه وما رجعناش عوضناها. هنا دي حاله من الحالات الحلوه قوي، الراجل ده كان فاقد فتره طويله قوي اسنانه، بدانا نزرع له عظم عشان حصل له تاكل في العظم، لان احنا اللي بيحافظ على حجم العظم هي الاسنان اللي جواه، فبنبدا نعوض له عظم تاني وحطينا له زرعات، وفي الاخر بقى بالشكل اللي تحت ده.
طبعا احنا هنا التكنيكس اللي احنا استخدمناها كانت مش تروماتيك خالص، يعني ما فيهاش شغل كتير. احنا دلوقتي بقينا وصلنا ان احنا بنحط زراعيه من ملي، بنفتح بالليزر نقطه نحط منها الزراعيه وبنحط عظم حواليها من غير الم ومن غير خياطه ومن غير اي مشاكل. فالمريض في الاخر ما يبقاش عنده بوست اوبراتيف بين، يعني الالم ما بعد العمليه بتاعتنا، ودي اهم حاجه. دايما من الحاجات اللي احنا بنقعد نتناقش فيها كتير الاكياس الدهنيه والخراج تحت الكيس الدهني ده، لانه كمان ده كونكتد ما بين مرضى السكر اللي هو عندنا مزبوط. وما بين الطب الاسنان مظبوط 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 جدا. الكيس الدهني الخراج هو اللي بيؤدي للكيس الدهني، يعني ده من اسباب الاكياس الدهنيه. الاكياس الدهنيه دي بتتطور لحاجه اسمها OKC، ده نوع من انواع الاكياس اللي بتعامل معامله الاورام. It's a cyst like tumor. OKC ده odontogenic keratocyst، كيس دهني يعامل معامله الاورام، لان هو بيكبر بصوره صوابع بتتغلغل في العظم اللي حواليها، فمهما شلته يبدا يكون نفسه تاني وياكل العظم اللي حواليه. احنا دلوقتي طبعا بنقدر نعالج الكلام ده، بس انت ليه توصل له من الاول؟ يعني احنا في الاول ده كان بادئ بتسوس، التسوس ده وصل للعصب، بدانا نحس بالم ما رحناش. لو احنا عاملين فولو اب اصلا كل 6 شهور التسوس ده كنا لحقناه. طب وصلنا للعصب، مش هناخد انتيبيوتكس وانالجكسك ومسكنات وخلاص؟ لا، احنا لازم نروح نتابع دايما الحاله الفم كل 6 اشهر عشان خاطر ما نوصلش لمشكله زي دي. هنا دي زرعه فوريه، دي احنا الراجل خلع وحطينا الزرعيه في نفس اليوم بعد الخلع، وده اللي حافظ على حجم العظم اللي موجود جوه. لو ما عملش كده ايه اللي هيحصل؟ العظم هيكش، هيحصل الصور اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، ان بدا يميل الاسنان عشان تعوض الحته الفاضيه، عشان زي ما اتفقنا سنان في حاله حركه كل واحده سنده اللي جنبها. هنا الصوره دي فيها كيس دهني، هنا فوق باين الكيس الدهني قبل ما نشيله، تحت احنا شلناه، زرعنا عظم، حافظنا على السنه. مهمه قوي السنه دي زي الدراع، احنا لازم نحافظ عليها بكل الطرق، واخر حل هو الخلع، ولو اضطرينا للخلع يبقى نعوضه بزراعه. لكن دراعك ما ينفعش حد يقول لك هغيره لك بدراع تاني، صح ولا لا؟ طبعا ما ينفعش. طيب هنا ده كيس دهني تحت الضرس، احنا خلعنا، اضطرينا نخلع الضرس ده، وقمنا حاطين الزراعيه تحت دي، وحطينا زرعنا عظم حواليها، حصل الهيلينج زي ما احنا شايفين، مفيش اي كيس دهني. الدايره السوداء دي هي الكيس الدهني اللي تحت الجذور بتاع الضرس اللي فوق. هنا الكيس الدهني حصل ليه بقى؟ بسبب علاج الجذور. علاج الجذور ده اتعمل بطريقه مش مظبوطه، او الدكتور اللي قفل عليه قفل على انفكشن لسه موجود، فبدات تكون بكتيريا اللي هي بدات تعمل ضغط على خلايا العظم، اللي هو اشتغل بنظام الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي، ان العظم ياكل نفسه. في نقطه عايز اشرحها، تاكل عظمي. اوستيوكلاست يعني انا حاله مرضيه بيحصل فيها تاكل في المنطقه العظميه. انا دي عايز اشرحها شويه. العظم بتاعنا بيشتغل بخاصيتين عكس بعض، حاجه اسمها اوستيوبلاستيك اكتيفيتي وحاجه اسمها اوستيوكلاستيك اكتيفيتي. البناء والهدم بالظبط. يعني مثلا لو واحد واحنا صغيرين وشنا كان صغير، وشنا كبر ازاي؟ بدا يزود عظم من بره وياكل نفسه من جوه، فسمك العظم نفسه ما اتغيرش كتير بس الوش كبر. احنا بنستفيد من الخاصيه دي في طب الاسنان في كذا حاجه، وهي بتعمل معانا مشاكل في حاجات تانية. نستفيد منها في ايه؟ في التقويم مثلا، لما نعمل ضغط بمقدار معين على السنه، اللي هو بيترجم بضغط بمقدار معين على العظم، بياكل نفسه من الناحيه اللي حصل فيها ضغط ويزود نفسه من الناحيه الثانيه. تمام. القصه دي لما بيحصل صديد، كميه صديد بتبدا يخلي العظم يشتغل بالاوستيوكلاستيك، ان هو ياكل نفسه. هنا شايف حضرتك الحته البيضه دي، الحته البيضه دي كانت كيس دهني قاعد ياكل في العظم لحد ما اتبقى ال 3 مللي من الفك اللي تحت دول، يعني تحت الدايره الخضراء في 3 مللي عظم، ده كان بس، فكان الفك اصلا مهدد ان هو يتكسر واحنا بنشيل الكيس الدهني. وده كان اودونتوجينيك كراتوسيست، بنشيله بطريقه معينه، ندخل الليزر بطريقه معينه بعد ما نشيل الكيس الدهني ده، وزرعنا عظم، ده الهيلينج بتاعه، ده العظم اللي احنا زارعينه اللي لونه ابيض ده. بس احنا زرعنا هنا كميات كبيره عشان خاطر نرجع الفك لحالته الاولانيه، ودلوقتي احنا حطينا فيها زرعات كمان، المره الجايه هجيب لكم الاكس راي واسنانه كامله. ده برضو كيس دهني تحت السنان الاماميه، اتعالجت بطريقه مش مظبوطه، موجود فوق في الاكس رايز، الدايره السوداء اللي تحت الجذور، ده كيس دهني. هنا تحت ناحيه الشمال احنا شايفين زي حفره كبيره، الحفره دي بعد ما احنا شلنا الكيس الدهني حطينا العظم وقفلنا ناحيه الشمال. مهم قوي ان احنا ما نسيبش الكيس الدهني ده، احنا كده هنا حافظنا على السنان، شلنا كيس دهني وحافظنا السنان. لو سيبناها شويه السنان دي كلها مش هنقدر نحافظ عليها، هتبقى كلها بتتلخلخ ومش هنقدر نحافظ عليها.
غير طبعا ان هو ممكن يقلب لاودونتوجينيك كراتوسيست اللي احنا قلنا عليه اللي احنا قلنا انتهى الخطوه اللي احنا قلنا عليه بيتعامل معامله كانه ورم لكن هو مش ورم هو مش ورم بس يعامل كانه ان هو بيرجع مره تانية ويعدي الحتت اللي حواليه وبياكل العظم فبتضعف المنطقه اللي ممكن تؤدي الى كسر الفك اصلا. عندي سؤال عايز اساله لك هو سؤال من يعني من الشارع من القهوه ناس قاعده على القهوه واحد بيسال التاني يقول له انت هتعمل زراعه اه طب ما تعملها بكذا بيتكلموا على الفلوس يعني قال له لا يا عم ده ما تسترخص هي كله اسمها زرعة مش كله حاجة هتزرع في العظم ده كلام الناس على فكرة دي مشكلة كبيرة جدا بتقابلني كتير تقابلني الناس تيجي تقول لي ما هو فلان أو حتة تانية بتعمل الزراعة بكذا طب حضرتك عرفت نوع الزراعية ايه في دلوقتي زراعات مجهولة الهوية بيتحط عليها ليبل ان هي ألماني مثلا أو أي كانت الجنسية وهي ممكن تكون أصلا من بلد تانية ومتعلبة هنا هو تمام مشكلة بقى ايه ان احنا لما بنحط الزراعية بيحصل لنا مشاكل تانية زراعية اللي مش مظبوطة بتعمل تآكل في العظم شديد جدا انت بدل ما انت بتصلح بتدخلنا في مشكلة تانية ان انت فقدت العظم بتاعك ونبدأ نشيل اكياس دهنية بسبب الزراعية اللي اتحطت يعني انا في اكس رايز هوريها لحضرتك دلوقتي بتبين لي ان العظم كان كويس بعد ما اتحط الزراعية هنا الزراعية اللي تحت دي حواليها اسود كل من كل ناحيه حضرتك مالها شايف نزل يعني ما تحس انها كلت العظم شايف حضرتك الاسود ده تاكل عظم حوالين الزراعية ده بسبب ايه ان الزراعية دي اصلا مش زراعية كويسه يعني هي اتحطت في مكانها الدكتور كان عنده عظم كامل يعني الخط الاسود اللي تحت ده عصب الفك يعني احنا بعيد عن عصب الفك بحوالي هنا 14 ملي 14 ملي ده رقم كبير جدا في الزراعه نقدر نزرع فيه يعني احنا في حاجات بنزرعها في 6 ملي يعني احنا 14 عندنا خير كتير انت ضيعت لي 3 ارباع العظم ده بسبب زراعيه مش مظبوطه بسبب ان المريض نفسه استرخص وهو اللي هيعاني بعد كده يعني المشكله ان هو اللي هيلاقي المشاكل بعد كده انا دلوقتي انا وحضرتك معانا عربيه تمام حضرتك قلت لي احنا انا معايا عربيه ثمنها 1,000,000 جنيه وانا قلت لك انا معايا عربيه ب 200,000 جنيه تمام الاثنين عربيات ينفع اقول لك اضحك عليك ما ينفعش وما ينفعش اقول لك ان العربيتين هيعيشوا زي بعض ما ينفعش الكلام ده كله طبعا انا بتكلم بعيد شويه بس هي نفس المثل هو المثل في كل حاجه مش بس هنا بص حضرتك شايف الخرم اللي موجود ده الخرم اللي موجود ده المفروض الزراعيه بتحفز العظم ان هو يبني عليها يعني الزراعيه عامله زي المغناطيس التيتانيوم عامه عامل زي المغناطيس مع معالجه السطح بتاعه الزراعيه بتسحب عشان خاطر العظم يبني عليها وده اللي اسمه اوسو انتجريشن او تكون العظم على الزراعيه هنا احنا عندنا بقى في خرم كبير بسبب تآكل العظم طبعا ده لازم بيقعد يتنظف ويتزرع له عظم مره تانية عشان خاطر نرجعه مره تانية للاول وده بيأثر على السنان اللي حواليه يعني انا لما احط زراعيه نص نص هتأثر على السنان اللي حواليه هتاكل في العظم اللي حوالين السنان السليم نخش في مشكله ملهاش لازمه خليني اقف قدام سؤال برضو مهم وخناقه مهمه برضو ما زلنا على القهوه نفس القهوه القهوه دي مشكله انا رايح اركب فينير لا انا رايح اركب كراون لا ده ضحك عليك لان انت بيقولوا لك انت هتبرد ده انت قصة الخناقة ما بين الفينير والكراون دي قصة كبيرة جدا هما الاثنين موجودين يعني هما الاثنين ليهم وظائفهم بس احنا امتى بنستخدم الفينيرز وامتى بنستخدم الكراونز وامتى استخدام الكراونز يكون جريمة الكراونز دي ممكن نستخدمها بشكل مظبوط عشان احنا محتاجينها الكراونز دي فايدتها ايه اصلا الحماية انا دلوقتي عندي سنان متكسرة في تسوس فيها من كل ناحية معمول لها علاج جذور عايز احمي السنة ضد الكسر بعمل ايه نعمل لها preparation ونبدأ نركب لها الكراونز بتاعتها هنوصل لشكل حلو وفي نفس الوقت حماية طب أنا عندي سنان مرصوصة شكلها جميل بس لونها مش حلو قوي مشطوفة شوية نبدأ نعمل لها فينيرز إيه هي الفينيرز هي قشرة تجميلية تبقى السمك بتاعها 0.2 تقريبا مليمتر احنا وصلنا دلوقتي التكنولوجي اللي احنا تبقى عاملة زي الورقة بتتحط على السنة تتلزق وتبقى تدينا الشكل واللون اللي احنا عايزينه بعد ما تعمل لها ديزاين على الكمبيوتر اللي يليق على حضرتك من غير ما نقصر على سنة يعني احنا هنا زي ما احنا شايفين دي فينيرز كان عنده سنان معوجة فوق عنده سبيسز او عنده فراغات ما بينها عملنا رصة سنان شكلها جميل من غير ما نقرب للسنة من غير ما نبرد السنة بتاعت ربنا عشان نو نيد لده السنة نفسها كويسة بس عايزينها شكلها حلو فنقدر نعمل الفينيرز لكن في الحالة زي دي لو انا استخدمت الكراونز ابقى انا مجرم ان انا بردت السنة بتاعت ربنا الكويسة الجميلة الصحية عشان خاطر اجملها لا انا ممكن اجملها من غير ما اعمل الكراونز بتاعتها دي فينيرز بص شكل السنان فوق روعه تحت احنا عندي سنان شكلها مش حلو قوي بس مرصوصه وصحيا كويسه جدا
مش محتاج ان انا ابردها، مش محتاج ان انا ابوظ فيها، انا يا دوبك بعمل تخشين خفيف قوي للسنه من بره، بعدين اخد مقاساتي بالكاميرا الكات كام بيبدا يشتغل، بعد ما احنا نعمل الديزاين بتاعه السنان بتاعتنا تطلع لنا حاجات عامله زي اللانسز رفيعه قوي، نبدا نلزقها تدينا الشكل اللي فوق. وخلي بالك يا دكتور ايمن دي بتبقى صلابتها عاليه، بتاكل عليها اللي انت عايزه وما بيبقاش فيها اي مشاكل، وعليها ضمان من المكان اللي انت بتروحه وتعمله عندها. بس ما بتعملش بيها حاجات يعني جنونيه. بالظبط، لا يبوظ سنان طبيعيه، يبوظ سنان. اه بالظبط، يعني ما تكسرش مثلا بيها فستق. ما ينفعش. او لا فستق ممكن تاكل بيها فستق. لا تكسر بيها. تفتح الفستقايه نفسها مستحيل. مستحيل. تاكل الفستقايه ماشي. تاكل فستقايه وبندقايه وكل اللي انت عايزه، بس ما تكسرش بيها. ما تكسرش بيها، ما تفتحش بيها ازاز بيبسي. لا. في كتكسيرات، في كسرات بقى، تجيب كساره تكسر بيها المكسرات. هنا زي ما احنا شايفين، هنا الراجل ده عايز نفس لون سنانه بس عايز شكلها احلى، عايز شكلها رصيتها تبقى اجمل وبقت ناتشرال على فكره، وشكلها ناتشرال جدا. قفلنا بس الفتحه اللي هي فتحات، وشكل السنه بقى اجمل شويه مع شويه لمعه بتاعه الفينيرز اللي احنا بنعملها لها مع شويه افكتس. خلي بالك يا دكتور ايمن، ده مش مكان بس، لازم اللمسه بتاعه ال- 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 الفن المختص. عجبني انها ناتشرال طبيعيه جدا. الرسام اللي رسمها بعد ما عملها خرطها الفينيشنج بتاعها ده لازم يبقى رسام بيرسمها عشان يقدر يطلع لنا الجمال ده. لا وجميل قوي برضو تصميم الابتسامه، انت كبرت شويه السنترال انسيزورز بقت اكثر، وده كله لو احنا اخذنا طبعا مش هينفع نجيب صوره المريض، هنلاقي ان الضحكه دي بصمه للراجل ده. كل واحد يا دكتور ايمن عنده البصمه بتاعته، يعني ضحكه فلان غير ضحكه علان، كل واحد دي زي البصمه بتاعتنا. بص حضرتك ده، دي السنان دي اتعملت في 24 ساعة. أنا عايز أقول لك حكاية الابتسامة دي مهمة جدا. 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 جدا، ده هو بعتها لي، هو مش من مصر، هو بعتها لي من المطار، بيقول لي بص ضحكتي بقت عاملة إزاي. دي اتعمل فيها حاجة اسمها الزوليد، الزوليد دي من أحدث أنواع الفينيرز اللي موجودة. دي بتدينا تدريجة الألوان وتدريجة الشفافية بتاعت السنة الطبيعية. عملنا له ديزاين، دخلت اتخرطت على طول، اتعمل لها الإفكتس، كل ده 24 أورز، وبقى الفرق زي ما احنا شايفين كده. تاكل العظام في الفك السفلي مشكله كبيره جدا. هرجع تاني للزراعه، وخصوصا ان احنا قدام حاجه انت جبت سيرتها وهي عصب الـ عصب الفك، فك الفك السفلي. ازاي نعمل بقى الحكايه ديت؟ مهمه قوي. خلي بالك احنا هنتفق مع بعض على اتفاق. الاول هي غلطه مين؟ المريض اللي هو ساب نفسه باسنانه بتاعه الفك السفلي مفقوده ومعوضهاش، فضل العظم بتاعه يتاكل لحد ما وصل لعصب الفك. العصب الفك ده بيبقى ماشي في الفك السفلي بيغذي المنطقه دي، بيطلع من هنا من فتحتين هنا اهو، يبدا يغذي المنطقه دي. لما يتاكل بشكل شديد بيبقى فرق مثلا فوق العصب اقل من 6 7 مللي، يعني كميه العظم اللي فوق العصب اقل من 6 7 مللي، هيروح في حتت هيقولوا له انت مش هينفع لك زراعه وراه، تعال نحط اربع زراعات قدام نحمل عليهم الفك فوق كله. بس هي دلوقتي بقى في تكنيكس، احنا بقينا بننقل عصب الفك من مكانه، نحطه في ليفل اوطى ونحط زراعات في الحته اللي احنا نقلنا فيها عصب الفك. احنا هنا دي عمليه نقل عصب الفك، اللي انا بمسكه بايديا ده، في هنا حاجه بدخل تحتيها الهوك ده، شايفها باينه؟ ايوه ده عصب الفك ده، احنا هنا كنا بننقله من مكانه. دي عمليه دلوقتي دي احنا عمليه ايوه، شايف اللي ماسكه ده؟ ده عصب الفك. طبعا مش لازم يبقى حد بروفيشنال قوي عشان خاطر ما يتقطعش منه، فاحنا هنا مطلعين عصب الفك من مكانه، بننقله على ليفل اقل منه ونحط مكانه الزراعات، فبقى كسبنا مساحه العظم المتبقيه، وفي نفس الوقت بعدنا عن عصب الفك اللي هو هنا. شايف حضرتك الزراعات محطوطه وماسكين عصب الفك في ايدينا. طبعا المريض ده لف في حتت كتير، محدش عرف يزرع له في المنطقه دي، قالوا له انت ما عندكش عظم مالكش زراعه. لا هو حقيقه هو ليه زراعه، بس هي الفكره كلها احنا نقدر ننقل العصب ولا لا، مين اللي يقدر ينقل العصب او ما يقدرش. احنا هنا بننقل عصب الفك. هنا هروح بقى، هنطلع من تحت اطلع فوق، هطلع بقى الدور الفوقاني، فك العلوي، الجيب الجيب الانفي. ما هو احنا الجيب الانفي مشكله الفك العلوي في الزراعه. بالظبط، مشكله عدم تعويض الاسنان المفقوده في اسرع وقت. زي ما حصل تحت العظم اللي فوق العصب تاكل، فوق العظم اللي تحت الجيوب الانفيه تاكل، فبقينا قريبين من الجيوب الانفيه، فما بقاش في عظم للزراعه. بقى في عندنا دلوقتي طريقتين لرفع الجيوب الانفيه.
في طريقه القديمه اللي احنا كنا بنعمل open sinus lifting، ان احنا بنفتح اللثه ونبدا ان احنا نرفع الجيب الانفي ونحط تحت عض، وفي دلوقتي الطرق الحديثه اللي هي close sinus lifting اللي هي احنا مش محتاجين نفتح اللثه عشان خاطر نعمل كام. هنا السنه اتخلعت فتره طويله، اللي نزل ده الجيب الانفي عض، ده بسبب تاكل العظم، بنبدا نفتح فتحه صغيره خالص. ده دلوقتي ما بقت يعني ما فيهاش خياطه حتى، يعني زي ما حضرتك شايف كده فتحنا فتحه ونبدا نزق الجيب الانفي. هنزق دلوقتي الجيب الانفي على الشمال، باين الفتحات اللي احنا فتحناها. بنزق الجيب الانفي دلوقتي ونملى ونملى عظم اللي هو هيزق الجيب الانفي لفوق مره ثانيه، وبالتالي يديني مساحه، اداني مساحه، ده زقيناه بسلاين فاداني مساحه. نبدا نحط العظم تحتيه. العمليه دي بتتم بتخدير ولا بدون تخدير؟ ده تخدير موضعي، تخدير لوكال انستيزيا. لوكال انستيزيا، وبعدين حطينا زرع. هنا احنا دي مريضه عزيزه عندنا، دي كان جايه لي من غير عظم لا فوق ولا تحت. تحت احنا لها العصب بتاعها وحضرنا لها عظم، وفوق الابيض اللي موجود يمين وشمال ده، دي كميات عظم كبيره رفعنا لها بيها الجيوب الانفيه، ودي استنينا فيها لان هي ما كانش فيها عظم خالص، استنينا فيها 6 شهور لحد ما العظم ده مسك في مكانه، وحطينا الزرعات بشكل ناجح زي ما احنا شايفين. الزرعات دي محطوطه في العظم اللي احنا عملناه، يعني احنا عملنا البيز او الاساس وحطينا فيه العمدان بتاعه العماره اللي احنا طلعنا بيها بعد كده. نورت وشرفت وابدعت ضيف العزيز الاستاذ دكتور كريم مكادي، استشاري زراعات وتجميل الفم والاسنان وزميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان، واحد من سوبر ستار هذا المجال، كان مبدعا في واحده من حواراتنا اللي عنوانها ارجوك ما تبقاش فهلاوي على اسنانك. خليكوا دايما مع الناس الحلوه. الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله، استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مستشفى دار الطب. اهلا بيكم. في ماده زمان كنا بناخدها هي اسمها الهندسه، وكان الطلبه اللي بيدرسوا هندسه بيسالوا نفسهم دايما، وانا بدرس هندسه ليه؟ عشان اطلع بمهندس يعني واشتغل في الزوايا بقى والاسقاطات والكلام ده كله، ولو بقيت مهندس ابقى شاطر في الحاجات دي؟ لا، انا في رايي ان الهندسه بتربيك وبتعلم عقلك ما يسمى بالبحث عن حل للغز، ازاي أدور ويبقى عندي خيال إن أنا أعرف اللغز حله إيه. اللي شاطر في الهندسة هو اللي ممكن يكون شاطر في ملف تأخر الإنجاب، اللي شاطر في قدرته على إنه يحل الألغاز هو اللي يقدر يعرف إيه اللي وراء القصة اللي تبدو بسيطة قدام الكثيرين، لكن وراها حلول وراها قصص علمية مخيفة ومثيرة جدا. النهاردة هنتكلم على الألغاز مهمة، وهنتكلم على دور ما يسمى بالرؤية الخاصة لطبيب المتخصص في مجال تأخر الإنجاب، مع واحد من رواد هذا المجال والاسم الكبير في هذا المجال، واحد من ميجا ستار عالم تأخر الإنجاب في الوطن العربي، الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله، استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري، الأستاذ الأمراض النساء والتوليد، ورئيس مجلس الإدارة المؤسس لمستشفيات دار الطب العريقة. أهلا بك يا دكتور أحمد. ازيك؟ سحب البويضات وارجاع الاجن، دايما يقولوا ان دول حجر زاويه مهم جدا، او يعني جزئين مهمين في البروسيس كلها، ليها قيمه لانهم فنيين، لان عمليه فنيه سحب البويضات وارجاع الاجنه،
وخصوصا ارجاع الاجنه، دايما اسمع تعبير ان الكل بيكون ساعتها واقف على صوابعه في يوم ارجاع الاجنه تحديدا. لماذا؟ بص حضرتك، هو سحب البيضات ان قلنا في 100 سيده هيسحبوا بيضات في براكتس عادي، يعني خد بالك دلوقتي حتى في يعني زي ما في زي ما احنا متعلمين انه في برايمري كير فيزيشن وكونسلتنت وترشري فيزيشن، يعني انه في طبيب زي طبيب ممارس، طبيب اسره، اخصائي، زي ما في استشاري، زي ما في استشاري متخصص في المجال مجال معين. خلاص كده؟ يعني ممكن اكون انا طبيب امراض صدريه ولكن انا متخصص في حساسيه الصدر، فانا طبيب امراض صدريه كويس بس انا عندي تخصصيه جوه امراض الصدر. دخلني بقى جوه تاخر الانجاب، جوه وحده اطفال الانابيب، فلو انا عندي 100 حاله هتسحب بيض وهتزرع اجنه، فال100 حاله دول فيهم 80 85، انا بتكلم على مركز اطفال انابيب لا يرى فقط الحالات المعقده. يعني في مجموعه من الدول اللي الاحصائيات بتحكم زي ما بيقولوا هيبه المركز، ففي في في دول صحاب المراكز بيشتروا مركز تاني عشان يحطوا فيه الاحصائيات بتاعت الحالات الصعبه. يخلص انت لازم هتقعد تعرفني، انا دلوقتي بقيت راجل مشهور، انا بشوف 100 حاله، لما كنت بشوف في اول 5 سنين حالات سهله، التاني 5 سنين بشوف حالات معقده، التالت 5 سنين بشوف حالات ميؤوس من امرها، يبقى انا ما عنديش نسبه حمل. وربنا لما خلق الست اللي عندها مشكله صعبه جم هو ما خلقهاش عشان يمتحن الدكتور، هو خلقها بالطريقه دي لانه ربنا له حكمه. وبالتالي فعلا هو في ناس ربنا حيهبهم الخلف وفي ناس مش هيهبهم، واحنا كطبيب امراض او طبيب تاخر انجاب ما احنا الا دورنا ان احنا نجمل من الامر ولن نغير في الامر. فانت تجمل من البويضات ولن تغير البويضات، انت تجمل من الحيوانات المنويه ولن تغير من الحيوانات المنويه، انت بتوصل البيضه للحيوان المنوي وبتوصل الحيوان المنوي للبيضه، انت تهيئ بطانه الرحم وتهيئ الجهاز المناعي وتهيئ جسم هذه السيده، ولن تصل الى مرحله الكمال، ربنا هو اللي فيده كل حاجه. فالنهارده كنا بنقول ان في 100، ال 100 دول فيهم 85 ل 90 في المركز المتوسط العادي هم حالات العامه يستطيعوا من الاطباء المتخصصين هم اللي يتعاملوا معاهم. وبعدين عندك بقى من 5 ل 10 حالات هم دول اللي فيهم تعقيدات شديده في سحب البيض وفي زرع الاجنه. طبعا انا مش بقول انه الطبيب الغير متخصص يعمل في هذا المجال، ولكن يعني هو اصلا هم 90% من يعمل في هذا المجال حاليا هو بعيد عن التخصصيه دي، وهو ده اللي خلى جزء كبير من الحالات اللي بتسحب بيضات وبتزرع اجنه هي تاتي من العيادات. انا مش بقول ان انا ضد فكره العيادات، ولكن اتدرب بقى. ده في دول تعبانه الدكاتره اللي فيها بيروحوا يقعدوا في الهند وياخدوا كورسات تدريبيه، بيرجعوا ما بيفهموش حاجه بس اسمه معاه كورس في سحب البيضات وزراعه الاجنه من الهند يعني. ف السحب البيض يعني انا شخصيا في المجال بتاعي سحبنا بيض كتير، يعني في زميل اسمه الدكتور احمد حمدي استاذ طب القصر العيني، انا دايما اقول اكتر واحد سحب بويضات لسيدات في تاريخ الطب، ادي تاني واحد هو احمد. يعني لن استطيع ان انا اكون قدر علمه والسكيلز الاحترافيه بتاعته في سحب البيض، ملوش حل بالنسبه لي انا، احسن مني ب100 مره.
ومفيش حد هيبقى احسن مني انا في زرع الاجنه، لان انا متعود على زرع الاجنه بقالي اكتر من 15 سنه. هو انا بنسبه 90% اللي بزرع اجنه، وزرعت لمئات الالاف من السيدات. زي بالظبط لما حضرتك سالتني من شويه بتقول لي عملت 8 مرات وفي المره نمره 7 حملت، وانا قلت لك ايه؟ صدفه. قدر قدرها كده. التجميد حقيقه مستمره ام ايره ستختفي بعد كده او تختفي؟ لن تختفي. لن تختفي، لانه المجال ده دلوقتي الكلام اللي انا كنت بقوله سنه 2015 2016 هذا المجال يحكمه زي ما بيقولوا المعطيات اللي انت بتحطها في الملف وتكلفتها، اللي هي كوست افكت. زي ما هو سؤالي يقول لك العربيات في اوروبا هتتقلب تبقى كهرباء، ماشي، ومصانع العربيات الاوروبيه حاليا مهدده بالانقراض. يعني احنا بنضحك على العربيات الصينية، والعربيات الصينية في اوروبا هي بتهدد الصناعه العملاقه بتاعت اوروبا في العربيات، وصولا الى انه هتتقفل المصانع. والعربيات الصينية اللي موجوده في اوروبا حاليا بقت المبيعات بتاعتها اكتر من، مع ان هم ممكن بسهول يعملوا قانون ضرايب على العربيات دي زي ما عندنا كده اهون وسلام عليكم وبقى نافسني. انت فاهم قصدي؟ ده معناه ايه؟ ده معناه انه حتى في المجالات اللي زي دي ما يحكم الفكر هو السعر، صح؟ النهارده انا لما اكون بنشط مبيض لسيده و40% من تكلفه دوره الحقل المجهري هي متمثله في ادويه التنشيط، في ادويه التنشيط، لو انا عندي 4 اجنه كنت زمان بنقي الـ3 حلوين برجعهم في الرحم، والرابع لو نص نص بقولها هنتخلص منه. ولو كنت عندي 3 اجنه كنت بزرع 2 والتالت هي تخاف تقول لك انا خايف ان احمل في 3 تتخلص منه. ولو الـ4 اجنه متوسطي الكفاءه تاخدهم هم الـ4 تزرعهم. دلوقتي اتغيرت الفكره. على فكره انا كنت اكثر طبيب يعمل في هذا المجال ضد فكره التجميد بصفه عام، رغم ان احنا اول ناس نجيب التانكس اللي هي الميجا تانكس اللي هي قد نص الترابيزه دي، زي اللي بيحطوا فيها عينات المشيمه ومش عارف ايه، حاجات يعني حاجات ما كانش الاخرين بيشتروها في الوقت اللي احنا اشتريناها فيه، بتشيل مئات الالاف من العينات والاجنه. بس مع الوقت لما بدات التكلفه بتاعت حاجات كتير في الحقل المجهري تتغير، واشهرهم هو تكلفه الدواء، بقيت انا بأنادي بانه يعني انا لو هتكلم مع العيانه 5 دقائق في دقيقه ونص دقيقتين انا هخصهم لفكره التجميد في حال وجود اجنه تجمد. يعني حتى لو انا شاكك في انه الاجنه احتمال انها لا تصل الى مرحله التجميد، باخد الستات اللي هم عندهم 4 اجنه اقول لهم احنا هنسيب 2 اجنه لليوم الخامس، وفي اليوم الثالث او الثاني هنجمد 2 اجنه، وفي بعض الاحيان بقيت بجمد كل جنين لوحده. الكلام ده ليه؟ عشان الكوست، عشان التكلفه، لانه زراعه الاجنه المجمده لا يوجد فيها تنشيط للمبيض وفيها قليل من الاجراءات الاجراءات اللي قد تكلف في الماده. يعني كلمه التكلفه تكررت كثيرا جدا في حواراتنا، تعلقت كثيرا جدا بادويه التنشيط، باحتياجاتنا او عدم احتياجاتنا للمنظار الرحمي، بوجوب اجراء او عدم وجوب اجراء المنظار البطني، بوسائل تشخيصيه، بايضا وصولا الى قرار اختيار جنس المولود او البحث او الفحص الوراثي للاجنه، واخيرا التجميل. كلمه التكلفه تبدو انها تفرض نفسها بقوه على مائده قرار الحقل المجهري.
ضيفي العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم الكبير في عالم الحقل المجهري الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله، أستاذ واستشاري تأخر الإنجاب والحقل المجهري ورئيس مجلس الإدارة المؤسس لمستشفيات دار الطب العريقة. نورت الناس الحلوة، خليكم مع الناس الحلوة. الحمد لله التجربه بتاعت دار الطب طبعا سببها زوجتي، هم اصحاب المشكله نفسها، لا ده احنا اللي اصحاب المشكله، هم زي ما يكون واحد مثلا بيمد ايده ليك يعني بصراحه يعني. وسبحان الله ربنا كرمنا الحمد لله، وحسينا الموضوع كان مع دار الطب حاجه كده حاجه سهله، تحس ان احنا بقينا حته منهم او اهلهم او هم اهلنا يعني. هي بصراحه تجربه كويسه ونجحت من اول مره يعني، احنا ما خدناش وقت في العلاج، قعدت 3 سنين كل ما اروح للدكتور كان ممكن ما يدكش امل، بس الدكتور احمد ادانا امل، وسبحان الله اللي هو قاله لنا هو اللي حصل، هي العمليه تنجح والحمد لله نجحت. معانا طفلين توأم ولد وبنت، بجد بجد احنا بنشكر الدكتور احمد وكل الدكاتره اللي شغاله تحت ايديه.